صباحكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله. أسبوع جديد من الدوريات الأوروبية وحلقة جديدة من برنامجكم الرياضي، وانتو نتشرف في متابعتكم ونعتز في مداخلاتكم واتصالاتكم لأي جزئية أو نقطة تفرضها الجولة الأوروبية، أو أي نقاش أو محل تساؤل حابين تسألون روادنا المميزين اللي من خلال هالحلقة نتعرف عليهم وياكم. وأكيد في أحداث تفرض نفسها وفي تساؤلات ونقاشات كثيرة من جانب الدوري الإيطالي أو الليغا أو البريمير ليج، وأكيد راح نلتزم في محاورنا عبر عنوان الحلقة أبرز ما حدث في البريمير ليج والكالتشو. علي بولند صبحك الله بالخير. صبحك الله والنور محمد، صبح عليك وعلى زملائي الموجودين اليوم في الحلقة وعلى السادة المشاهدين. سمير عبد الرؤوف صبحك الله بالخير. صبحك بالنور محمد، صبح عليك وعلى زملائي المشاهدين وعلى الرواد المميزين معنا اليوم. عبد الله شكراني صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور محمد، صبح عليك وعلى رواد البرنامج الكبار وعلى السادة المشاهدين. سهيل الحويك يقول لك حياك الله وصبحك الله. تسلم يا حبيبي، وانا مثل ما قلت لك دائما انا بتشرف بكل حلقه بكون فيها ضيف معكم. شرف لنا مشاهدينا، بما ان الحدث يفرض نفسه يعني كانت نتيجه مفاجئه وغير متوقعه، تعثر برشلونه بالكامب نو امام جيرونا فريقين من كتالونيا، تعثر ما حد كان متوقعه بما ان برشلونه يمر بفتره مميزه حاليا والكثير من الايجابيات بالفريق. لكن التعثر اليوم يفرض علينا تساؤل. عبد الله اني اسالك واقول لك، من يتحمل تعثر برشلونه امام جيرونا في الكامب نو؟ مهما كان ابو محمد الفريق قوي فنيا وعنده فوارق فنيه مع الخصم، مساله ان انت تلعب بعشر لاعبين باكثر من 60 دقيقه تقريبا، هذا ياثر عليك. انت اعطيت فرصه للخصم ان انا منقوص العدد في جرأة، أقدر أقدم خطوطي، أقدر ألعب بجرأة أكثر، أهجم عليك وأقدر أسكر، يعني ألعب توازن أكبر. الفوارق الفنية الذوب محمد، مهما كان الفوارق الفنية كبيرة، ولكن أنت قاعد تتكلم عن فريق بعشر لاعبين، حتى مع وجود ليونيل ميسي، وجود فريق برشلونة في ملعبه، عشر لاعبين تصعب المهمة على أي فريق. مشاهدينا بنوه في نقطة أن أرقامنا بتظهر أمامكم لأي جزئية حابين تسألونها أو تداخلون، وأكيد مداخلاتكم مرحب فيها في حلقة اليوم. سمير عبد الرؤوف، شفنا طرد لبرشلونة، وطرد شفنا الحكم رجع للفار تقنية الفيديو وبعدها حسب الطرد. والله شوف، هذا يعني سوء تعامل من لينجلنت، يعني أول مباراة لك وتلعب أساسي، ورد فعل يمكن صار سريع، ما نقدر نحكم شنو أسبابه، لكن خطأ. أنت لاعب يعني محترف ولاعب تعرف أن هذه يعني مثل يعني تعمد بالضرر، هذا تعمد بالضرر، انت قاعد تضر لاعب، ممكن تعور عينه، ممكن تعور خشمه، لانه اساسا انت قطعت الكره، يعني حتى ما له داعي تسوي الحركه اللي صارت. لكن رد الفعل انا اقول لك في بعض الاحيان صعب التحكم فيه، وهو اتوقع يتحمل مسؤوليه وضع برشلونه تحت الضغط. يعني صرح بعد المباراه على طول سمير فالفيردي وقال انا بعد ما سجلوا جيرونا اول هدف كان المفروض اني ابدل، وانا ما ادري ليش ما بدلت. يعني تصريح ما ادري شنو الغصب من وراه، يعني كان مفروض انه يبدل بعد ما قهول جيرونا ويقول ما بدلت. ما ادري والله، شوف هذا تصريح يعني ما يعني بعد المباراه على طول عكسي على المدرب، يعني لهالدرجه هو صريح يبي يقول ان انا اخطات في مباراه اليوم. نشوف. او على الرغم، على الفكره يعني برشلونه بعد تسجيل الهدف الثاني من جيرونا سيطر على المباراه، يعني سيطر على المباراه بشكل كامل. لكن طبعا مثل ما قال عبد الله، النقص العددي في بعض الاحيان يجبرك حتى في حركه اللاعب، يعني صعب عليك مهمه اختيار مساحه مطلوبه في التمرير ومراوغه صحيحه، لان انت بدل ما يكون عندك تمريرتين او ثلاثه متاحه لك راح يصير عندك تمريره واحده، لان انت مضطر انت تحافظ على العمق الدفاعي مالك، اذا خاف ان عندهم ارتداد سريع يقول عليك. علي بولند، بعد المباراه على طول شفت انا السوشيال ميديا تحديدا تويتر في موجه من الزعل والغضب من جماهير برشلونه على فالفيردي، يمكن عشان ما بدا في كوتينيو، ما بدا في جماهير برشلونه مع كامل الاحترام لهم، هم يعني يحطون اللوم كله على فالفيردي. المفروض اللوم يكون بالاساس على الاداره. لما انت تجلب مدرب مختلف عن المدربين السابقين وما يناسب نهجك، او ما يناسب انت خلينا نقول ارثك الفني، او انه ما يناسب المدرسه اللي مشيت عليها برشلونه، فهذا خطا الاداره مو خطا المدرب. اليوم انا كمدرب عندي فلسفه وعندي امور وافكار انا اطبقها سواء مع برشلونه او غير برشلونه. جميل، هذا بشكل عام. هذا بشكل عام. مباراه اليوم ليش ما بلشت في كوتينيو وراكيتيتش؟ لا، ما بلشت فيهم امر، وان فالفيردي ما يقدم كره ممتعه للجمهور امر ثاني. ما بلشت فيهم، انا عندي مباريات يوم عندي خلال اسبوع كامل الجاي ثلاث مباريات، فطبيعي اذا انا ما اداور اليوم
في ملعبي وامام جيرونا ما ادور في اللاعبين، متى راح ادور؟ فهذا طبيعي اني اراد اتحمل المسؤوليه. ما اتحمل المسؤوليه، لا لا مثل ما قلنا احنا الطرد اولا، ثاني شيء انت قاعد تواجه مدرب متمرس في الدوري اوزيبيو ساكريستان اذا ماني غلطان، هو كان مساعد لريكارد من 2003 الى 2008. محمد انت متاكد من التصريح؟ اي لا متاكدين على طول التصريح بعدها. ليش؟ لانه هو مبدل دقيقه 58 اي بعد الجول. قبل الجول؟ لا بعد الجول الثاني. لا دقيقه 51 قبل جيرون الثاني، وهو بدل 58 بدل فيدال وبدل قصده تبديل اوموتيتي بعد التعادل الاول. ليش ما انه بدله يعني بدري في المباراه؟ هو الجول الثاني الجول الاول اللي جابوه التعادل في نهايه الشوط الاول. يعني ما يمدي يبدله، وعلى طول الشوط الثاني نزل على طول طلع ديمبلي. انا يقول تاخرت خمس دقائق يعني طلع ديمبلي هو. ابو محمد على سالفه ان المدرب ممكن يذكر اخطائه، اليوم بعد مباراه ميلان جاتوز قال انا بدلت بونافنتورا باكيوكو، حاولت ان احول اختار لاعب وسط بدني وربما اخطات. فهو يتكلم انه ممكن فكرتك كانت سطحيه، فالمدرب ممكن ترى يذكر نقطه وينتقد، بس هو طبيعه الحال يعني تاخذه في المباراه. طبيعه الحال انت ناقص لاعب، واللاعب اللي ناقص قلب دفاع، فانت شلت مهاجم وحطيت مدافع، فلعبت باربع اربع واحد. يعني هذا اللي صار في التبديل بالشوط الثاني منطقي، ما في شيء طبيعي. جميل يعني. جميل. اخر سؤال ونروح الى ليفربول سهيل، المدرب هل فعلا هو يتحمل يعني الموجه السلبيه اللي شفناها من الاعلام على طول بعد المباراه وعشاق البلوغرانا؟ يعني طبعا انت اذا كنت مدرب نادي كبير بدك تضلك انت عرضه للانتقادات طبعا. انت منك عم تدرب جيرونا، عم تدرب برشلونه. بس انا بحب نرجع لبدايه بيب جوارديولا ببرشلونه، اول مباراه خسرها ولكن بعدين كان في عنده بطولات والقاب. بس هذا ثاني موسم لفالفيردي 100%، ولكن احنا بنتذكر انه بالموسم يلي طاف اخذ الدوري والكاس. لازم نحن ننطر لاخر الموسم، انا برايي هيدي كانت عقبه او كانت عثره صغيره. لازم ننطر نحن اخر الموسم، وكل فريق يتعرض خلال سياق الموسم الى خساره او الى تعادل، وهيدا يعني يمكن هلا اجت هلا صفاره الانذار على بكير يمكن بالنسبه ل عشان يصحى برشلونة. اليوم واجههم مدرب ذكي جدا، مدرب هزم فياريال في السيراميك في ملعب فياريال، وهزم سيلتا فيغو 3-2 في خلال الموسم هذا. هو مدرب ذكي، حتى مع ريال سوسيداد لما دربهم من 2005 الى 2000 الى الموسم السابق قدم نتائج ممتازه. طب اوكي، بس علي بدي اسالك شغله، اعطيني اسماء اثنين بيلعبوا بالفريق اللي لعب ضد برشلونه يوم جيرونا. ما بنعرف يعني، نحن لازم بس نقول برشلونه وجيرونا، يعني ما المفروض احنا نعمل اي مقارنه. برشلونه كان لزاما عليه انه يفوز اليوم، هلا صار في عثره صغيره. نحن المشكله يمكن نختصرها ببساطه، طريق اسلوب برشلونه يعتمد كل الاعتماد على يعني خط اساسي في الفريق اللي هو خط الوسط. وسط مضبوط، استحواذ. التبديل قاعد يدور في هذا الخط. نعم. اكثر تبديل لو تلاحظ الثلاثي الامامي الى حد ما ثابت. نعم. التبديل على الاظهره يعني البا غالبا موجود، سيميدو يعني تعود على الفريق، قلوب الدفاع متواجدين، منو اللي قاعد يدور عليه التغيير؟ هم السبب يعني الثوره اللي قاعد تصير في الملعب. انت محتاج دائما خط وسط متجانس، خط وسط قادر انه يلعب بنفس الاسلوب، بنفس السرعه، بنفس الحركه، بنفس طلب الكره. جميل. فلما اليوم تغير ثلاثه ما لعبوا مع بعض يتحمل هذا الفيردي سمير، هل بتوصله؟ انا بوصل انه يتحمل هالمسؤوليه، لكن هو مضطر. انا اقول لك هو مضطر انه يشوف الناس هذه بالملعب. طيب. وامام فريق مثل جيرونا ما اعتقد انه ما تاخذ الجراه انت كمدرب انك تلعب اورثر اليوم وفيدال وبوسكيتس امام جيرونا، متى بتلعبهم؟ صحيح. مستحيل بتلعبهم امام اتلتيكو مدريد ولا مدريد سيل. ولا سيل. تقنيه الفيديو قاعد نشوفها قاعد تاخذ يعني جانب ايجابي اكثر في الليغا، وانت من زمان انت مع تقنيه الفيديو، فشفنا اليوم الحكم رجع الى الطرد، فممكن ان نشوف تقنيه الفيديو تكون فيها اكثر. وامس هدف مدريد احتسب بالفار بتقنية الفيديو، ممكن يخلي اكثر عداله للبطل هالموسم. ليك اكيد، خصوصا بالدوري الاسباني اللي عم يصير فيه عليه كثير لغط، خصوصا بالصراع الثنائي بين ريال مدريد وبرشلونه. اقل غلطه بتقوم العالم على الثاني. انا قلت لك اياها من الاول، انا بغض النظر عن فار، انا اي تقنيه بتساعد التحكيم بتعطي كل فريق حقه انا معها. فار شفناها امبارح مع الانتر ثلاث اهداف، واليوم شفناها مع اليوفي رونالدو كثير فكرنا انه اوف سايد. صحيح. بيسجلوا. صحيح. ولكن وشفناها في طرد لاعب برشلونه. نعم، بس انا كنت بتمنى انه لو الحظ سعفنا الفار مفروض تكون من قبل، من شي 20 سنه يمكن. حمايه لعملك انت اليوم، عملك كمدرب او عملك كاداره، هذا حمايه لعملك. صحيح. نعم. مشاهدينا 28 سنه وجماهير الريدز ليفربول تحلم بالدوري، فالسؤال يفرض نفسه، هل اقترب الحلم؟ الاجابه بعد هذا التقرير.
شكرا لمعدنا عدي عوض على هذا التقرير. عبد الله، شنو سبب غياب ليفربول 28 سنة من تحقيق لقب الدوري؟ ومحمد ابحث عن مثلث النجاح، ابحث عن مثلث النجاح وقيس على ليفربول. هل ليفربول كان عنده إدارة قوية صلبة حافظت على لقب الدوري أو المجموعة من بعد 1990؟ هل كان عنده أبراموفيتش أو بلسكوني أو لابورتا أو بيريز؟ لا. زين، ابحث عن مدرب عظيم من بعد كيني داغليش، مع احترامي حق يمكن مدربهم جراهام سونس اسطوره من لاعبين ليفربول، ولكن على مستوى تدريبي ما يعتبر سير أليكس فيرغسون اللي حقق ثوره في الدوري الانجليزي او ارسن فينجر. زين، على مستوى اللاعبين، هل ليفربول كان يملك ايقونه من قبل ستيفن جيرارد على طريقه يمكن خلينا نقول ألين شيرر مع بلاك بيرن والتتويج؟ هل كان يملك إيريك كانتونا؟ فلما تشوف هالعناصر الثلاثه محمد، اداره ومدرب ولاعبين، ما كان في استقرار. بالنهايه هذه الامور انتجت لنا امور نفسيه يمكن حتى عقليه وشخصيه دمرت ليفربول. حتى يمكن بعد 96 بعد قانون الاجانب والتطوير كره القدم، قانون بوسمان، حتى نوعيه المحترفين بصراحه يمكن حتى اللاعبين نفسهم كعلامه تجاريه ليفربول سمعته كنادي انجليزي قل بشكل كبير. الواجهه كانت مانشستر يونايتد. عبد الله، بس كان في نجوم، يعني مايكل اوين كان في ليفربول. مايكل اوين يمكن نهايه التسعينات، وكان الحين لاعب شاب، افضل لاعب شاب في 98 كاس العالم. لكن لما تقول لي مثلا، انت الحين تقول لي موهبه قادمه، مثلا تقول لي اندي كول صاحب مانشستر، صاحب الكره الذهبيه في 2001. صحيح، ولكن اتكلم ابو محمد انا زين من 91 ل 2001 عندي 10 سنوات كامله على مدربين، جارد هوليه وجراهام سونس. هل هم اسماء بثقل سير أليكس فيرغسون والثوره اللي حققها؟ هل لاعبين ليفربول كانوا باسماء جيل مانشستر يونايتد؟ حتى نوعيه المحترفين لما يونايتد تعاقد مع فيرون او يابستام او إيريك كانتونا اللي حقق، اللي رايكين يقول الدوري احتكرناه بفضل يمكن نوعيه إيريك كانتونا. فمحمد هذه العناصر موجوده. شوف بلاك بيرن شلون توج، ترى توج مع كيني داغليش، تعاقدوا مع كيني داغليش، توج مع قناص ب 35 هدف مثل ألين شيرر. طيب ليش ما تاخذ مثال ليستر سيتي؟ ليستر ابو محمد احد العناصر، اكيد في عنصر، انت قاعد تكلم عن حاله شاذه، مو قاعد تكلم عن استثناء. مجموعه لاعبين، مدرب عظيم مثل رانييري، صحيح مو اسم يمكن كبير، ولكن توليفه ممتازه، انسجام. انا اعتقد ليفربول محمد ما مر عليه هذا الانسجام. سهيل، من يتحمل كل التخبطات اللي مر فيها ليفربول خلال 28 سنه وعدم تحقيق البريمير ليج؟ يعني شوف، نحن مثل ما بنقرا مثل ما بنسمع بنشوف انه المشجعين اللي حاليا هلا ريال مدريد وبرشلونه على العالم كله هو مقسوم يمكن 50 او 60% بين هدول الاثنين. من زمان ليفربول كان اكثر شعبيه في العالم، عندنا بلبنان كمان بكل دول العالم. بين سنه 1973 و 1990 سيطر ليفربول بشكل كثير كبير، اخذ 11 مره لقب الدوري، اربع مرات الكاس، ثلاث مرات كاس الرابطه، اخذ كاس الاتحاد الاوروبي مرتين، كاس السوبر الاوروبيه، اخذ الشامبيونز ليج اربع مرات. صح، في عدة أسباب، ولكن بحسب القراءات السابقة تبعي بلشت النقطة من مجزرة هيلسبرا لما كيني دالجليش ما بقى قادر يتحمل، لأنه كانوا كل يوم يندعوا إلى العزاء، لأنه 96 شخص من مشجعي هذا النادي ماتوا، فما قدر يتحمل وفل. الشخص اللي إجا من بعده سونس ما عرف أو ما مشى على نهج المدربين السابقين شانكلي وا 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 وا. فمن هنيك انطلاقا من هيديك هنيك النقطه بتحس انه ضاع النادي. هلا انا قدرت لخص الاسباب لسته، يعني ست اسباب. الاول يلي هي المجزره اللي هي ادت الى تراجع معنويات اللاعبين بطريقه كثير كبيره، والفتره الانتقاليه بين المجزره ب 89 وانطلاق الدوري الممتاز ب 92 ما عرف يشتغل هنيك ليفربول على اي مستوى كان. غير المدرب، النهج تغير، هذا واحد. اثنين، يعني هلا ما بدي ارجع اكرر يلي قيل، ولكن أليكس فيرغسون وصل استغل ظرف ليفربول بقياده سونس ومن بعده ايفانز، قدر يشكل تشكيله كثير قويه، استغل اداره القويه تبع مانشستر يونايتد ووسع العلامه التجاريه وجلب فلوس وقدر يجيب اللاعبين، هذا اثنين. ثلاثه، فريق ليفربول فتره من الفترات حسنات تحول الى فريق كؤوس، بينيتاز هو بطل عنده هالنفس الطويل بالوقت اللي مانشستر سيتي كان عم بيظبط قواعده. مانشستر سيتي حتى بالسنوات الاخيره، ولكن نحن صار عندنا التوجه لليفربول انه هذا فريق كؤوس، اخذ كاس اليوروبا ليج، اخذ دوري ابطال اوروبا، اخذ كاس انجلترا، ولكن بطل فريق بياخذ الدوري. خمسه،
في زلقه جيرارد هيدي يعني هيدي انا حطيتها بين الاسباب لانه مع روجرز زلقه جيرارد تخليها سبب من الاسباب. ايه انا بحطها ليش؟ لان انت قلت لي شو الاسباب اللي ادت الى عدم تتويج. انا عم بحكي انا عم بحكي موضوعيا، انا ما بدي فوت بالاسباب العالميه الكبرى. عم اقول لك انا بالتحديد يمكن هيدي الزلقه ضد تشيلسي لو ليفربول فاز اخذت 3 نقط قطع عن تشيلسي. والسبب الاخير ليفربول بطل نادي جاذب للاعبين، يعني سواريز لاعب على مستوى عالي، سواريز ما بيحلم انه نهايه تكون ليفربول، لا بات ليفربول نوع من المحطه وصولا الى النادي الاكبر. فليفربول بطل نادي جاذب بسبب انه خلال هالسنوات كلها ما قدر حصن حاله، ما قدر هو يوصل لمرحله يمكن بايرن ولا ريال مدريد ولا برشلونه ولا مانشستر يونايتد. ممتاز. الفريق الحالي علي بولند، هل هو افضل فريق فنيا لليفربول اخر 20 سنه؟ شوف القياس الفني صعب، يعني صعب انك تقارن فنيا ما بين مدربين ما بين حقبه وحقبه ثانيه، لكن لو نشوف المدربين اللي مروا على ليفربول سواء اللي قضوا مده طويله او مده قصيره، جيرار هويه وبينيتز وكيني داغليش وسونس وروجرز، راح نشوف. انا يعني لو بقارن ما بين فريق كلوب الحالي اللي هو في افضل مرحله حاليا، لو بقارنه راح اقارنه في بينيتز 2007 ل 2009. يعني كان هالفتره هذه ليفربول عنده كم من النجوم خصوصا بخط الوسط، نتكلم على الونسو على ماسكرانو على جيرارد على توريس بخط الهجوم على كاراجر كقلب دفاع على رينا على رايسا، فكان في فريق في عنده 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 هويه. يعني حتى وصوله لنهائي الابطال في 2005 الناس ما كانت تقول ليفربول انه ذاك القوه اللي وصل فيها للنهائي، لكن في 2007 الفريق كان قوي جدا ومرعب. حتى في الدوري اللي خسر في 2009 لصالح يونايتد كان هو غريب التتويج، روجرز كذلك كان غريب التتويج. فليفربول كان تفصله بتفاصيل صغيره عن اللقب، لكن الكلوب وفريقه الحالي كصعوبه الدوري وكصعوبه منافسين وكعدد مدربين مميزين في الدوري كلوب تفوق على امور كثيره. تتفق مع سهيل ان احد الاسباب في عدم تحقيق ليفربول الدوري زلقه جيرارد؟ هذه تصير لاي لاعب، هي تفاصيل صغيره، هي المباراه ككل خساره ليفربول. يعني ليفربول خسر المباراه، ممكن عودي قاعد يسمعك السبب مورينيو. مورينيو حرم ليفربول من البطوله، وعادي يمكن يحرم الموسم من البطوله. من يحرم مورينيو؟ يمكن يحرم ليفربول من البطوله. زي ليش ما يكون مورينيو يعني هو البطل؟ ما عنده فريق اللي ساعده يكون بطل. راح نتكلم عن اليونايتد، معقوله اليونايتد ما عنده فريق؟ سمير، الفريق الحالي افضل بدايه في تاريخ ليفربول، رايك في بدايته وانطلاقته؟ 6 مباريات 6 فوز. وشوف انا وصول ليفربول لنهائي تشامبيونز ليج اتوقع يعني هذا انعكاس ويعني عزز شخصيه الفريق، اصبح الفريق صاحب شخصيه داخل الملعب، الكل يهاب ليفربول، يعلم انه هو وصيف التشامبيونز ليج. كلوب اشتغل على الفريق منذ القدوم، اعطى هويه شخصيه صار الفريق، اعطى هويه هجوميه للفريق، يعني اختلف عن الجميع في موضوع انه يكون عنده نزع هجومية أكبر وعددية أكثر في مناطق الخصم، هذه ما كانت موجودة في ليفربول، يمكن هذا مو إرث ولا هو استمر عليه، هو خلق هذا الإرث منذ القدوم، وبالتدريج لأنه صعب هذا الرتم أن أنت تأخذه على مستوى ثابت وقوي من البداية، 4-3-3 هذه مجهدة بدنيا مجهدة ذهنيا للاعبين، وبالتالي هو أصر على هذا الأمر. يمكن فيها سلبية لأن أنت لازم يكون عندك خطة بي في مباريات كثير، محتاج انك تسوي تعديل الى حد ما في الرسم الخططي مالك، ما يصير انت تلعب طول الموسم. يمكن هذا الكلام يطبق على غاتوزو مثلا في الميلان، لازم يكون عندك خطه بي تشيلك في بعض المباريات اللي يكون فيها تراجع فني لبعض اللاعبين او بدني او ذهني. ليش 4-3-3 مجهده، وبالتالي دكه احتياط في نفس الوقت ما تساند، فاذا هذه الاسباب اللي ممكن صار فيها تعثر في الفتره السابقه للكلوب، بس لكن الشخصيه اللي خلقها بس كلوب صارت ابو محمد. مباراه ساوثامبتون شفنا الثلاثي الهجومي وتحتهم شاكيري بالملعب، صارت اقرب حق 4-2، يمكن اقرب حق 4-2-1-3. بس شاكيري، هل شاكيري لاعب اللي يتحرك بين الخطوط ويسلم ويستلم صح؟ هل شاكيري ممتاز؟ اي عنده الميزه. لا عنده الميزه بس يعني بين الخطوط وانه يستلم، يعني قاعد يسلم ويستلم ويربط ما بين، خلينا نقول كان صار حلقه توصل ما بين اجنحه الهجوم. امس شفنا يمكن حتى تبادل مراكز مع الاجنحه نفسها، سواء صلاح على اليمين او ماني على اليسار. لا انا ما اقول لك لاعب بين الخطوط عبد الله، يعني لاعب اللي يطلب الكره في التوقيت الصحيح، مو لاعب ينتظر المساحه في الكره، يعني مو يطلب الكره في مساحه، يطلب الكره هو بين الخطوط. هذا شاكيري مو هذا مركزه،
هو يمكن حطه في هذا المركز مساند لخط الوسط. هو صحيح مو مركزه، مو مركزه هو يعني حتى لو تشوف حركته في الملعب الى حد ما تميل الى الاطراف لانه يبحث عن مساحه ثم الدخول الى العمق. انا اكلمك على لاعب اللي يكون في بين خطوط، هذا طبعا موضوع ثاني يتكلم فيه، بس يعني من طينة إسكو، من طينة مودريتش، من طينة نيستا، من طينة سنايدر، من هذين اللاعبين، هذين اللاعبين الخطوط اللي حاجيك عنهم. انا اللي بوصلك يا عبد الله، يعني انت قاعد تتكلم عن ثلاث مواسم، انت جبت مثال على مباراه، انا اكلمك ثلاث مواسم ما كان فيه هذا الكلام اللي هو الخطه بي اللي ممكن العب فيها واريح فيها بعض الاحيان لاعبيني على حسب رتم المباراه الامامي. انا شوف محمد على حسب الاسماء اللي عندي، لما انا يكون عندي الدكه مثلا سنه طافت او اللي قبلها داني انجز وستورج ومثلا اوريجي البلجيكي مصابين، مصابين في، لما اشوف في الدكه في اسماء تفرض علي، مستحيل هذا اللاعب يطبق لي مثلا فكره لاعب، لان انت لما تتكلم عن لاعب ما بين الخطوط تتكلم عن لاعب جوده جدا عاليه، تتكلم عن ديفيد سيلفا، برناردو، شنايدر مثل ما قلت، اسكو، لاعب عنده هذه الملكه اللي يحتفظ بالكره بين الخطوط، بتمريره ممكن يعطيك اسيست ما بين، يمكن يكسر خط دفاع كامل. ليش مو لازم العب انا مو لازم يكون عندي هذا اللاعب عشان اكمل رتم بس عطائي. يطبق لي بجوده انا عالية. ممكن العب يعني كلوب ما لعب 3-4-3 مثلا في فترات طويله، ما لعب، ما يقدر، ما 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 حاول يطبقها على فريقه كخطه به في بعض المباريات اللي انا احتاج اني انا العب ب 3-4-3. مو فلسفته ابو محمد، مو سالفه فلسفه، انت مو نفسها لما ليش ما تلعب ثلاث مدافعين، انت ما فهمتني، قال ما بدي احس المساحات، انا قاعد اقول لك بالنص والهجوم، مو سالفه فلسفه عبد الله، انا قاعد اقول لك انت عندك طريقه واسلوب رتمها عالي، هذا الرتم العالي محتاج مقومات، المقومات غير متوفره، عشان كذي النفس الطويل مال ليفربول يطيح في 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 الموسم، هذا اللي بوصله لك. فانت ما عندك الخطه بي اللي انت تلعب فيها في بعض المباريات اللي تسندك خلال خلال الموسم. ممتاز. حتى لو حبيت تبدل العناصر اللي ذكرتها قبل شويه، العناصر يمكن ما العب فيها اساسي، بس انا في بعض الاحيان مضطر العبهم، اذا بلعبهم على اي تكتيك على 4-3-3 ما راح يشيلوني، ما راح يشيلوني. ممتاز. فهذه ممتاز. المشكله اللي بعض الاحيان واجهت كلوب خلال الفتره السابقه، هذا الموسم اختلف الامر. عنده هذا الموسم عزز موقفه. اي بس السؤال يفرض نفسه عبد الله، ليش ما لعب فابينو لغايه الحين؟ ممتاز محمد، دافع فيه 40 مليون. ممتاز، طبعا المبلغ ما له علاقه في الاداء، لان احنا شفنا يمكن نماذج كثيره على لاعبين، اقرب مثال اتكلم عن فريقي ميلان سنه طافت، لما ادفع 40 مليون على اندري سيلفا ولاعب احتياط، ادفع 25 مليون على كالينيتش ولاعب احتياط، بس 40 دافع فيه. ممتاز 40، فابينو وصل على اساس انه يلعب مركز الرقم 6، في هذا المركز فابينو لعب وفينالدوم لعب وهندرسون لعب، ثلاث لاعبين. كلوب اكيد شاف منو طبقه افضل، منو تحرك مع المجموعه افضل. انا بالنسبه لي ابو محمد فابينو يحتاج فقط الانسجام، لان على منظومه كلوب المجموعه عمل مجموعه مهم، اي لاعب خلل سواء بالتمركز او في استغلال المساحه او عمل الدفاع والهجومي، اذا كان في عنده خلل، ان ثاني مباراه كلوب كان عنده انزعاج من فابينو في بعض التحركات ابو محمد، فانا اعتقد فابينو يملك الجوده، قوي بالافتكاك، حتى بنيته اقوى من هندرسون، ولكن انا باعتقادي حركيه فينالدو وهندرسون مع التطبيق اللي يبي كلوب خصوصا في مثلا في الحاله الدفاعيه اللي يفتك وخطوط شلون تتحرك، افضل حاليا وجود هندرسون فينالدو حسب المستوى مو حسب الاسم، كاسم فابينو مع موناكو كان افضل منه، ولكن كمستوى هو مركز على فينالدو وميلنر وكيتا في بعض المباريات. صحيح، وشال كيتا وحط مكانه ميلنر. لا هو ميلنر اكثر، يعني ميلنر وفينالدو الاكثر، اذا شال كيتا حط هندرسون، فهم الثلاثي هذيل مركز عليهم اكثر. موضوع فابينو صراحه مبهم، غير يعني غير واضح، انا باعتقادي انسجام، يعني ممكن يلعب يوم الاربعاء في الكاس، ممكن يلعب ضد تشيلسي، ممكن يلعب عشان يفكر مباراه الدوري. هو في يعني في الاول في الاخير راح يحتاجه، لان الموسم طويل وتو الناس يعني يمكن اربع لعبات، يبي يحاول يعزز موقفه. كلوب الان يبي نقاط عشان يبي يرتاح الان، لا تنسى الموسم طويل وفي مباريات كثيره يعني. طيب تسمح لي بس كلمه على السريع؟ اي نسمح لك، ليش ما نسمح لك؟ نحن حكينا كثير بس نحن نسينا انه كلوب الماني، الالمان ولا مره اعتمدوا على لاعب واحد في منظومه معينه، يعني نحن بال 2014 المانيا اخذت كاس العالم لانه عندها دكه قويه، اوكي في عندك اساسيين مهمين ولكن في عندك دكه، نحن دائما نقول انه الفريق البطل لازم يكون عنده دكه احتياط قويه، مثل ريال مدريد لما اخذ الشامبيونز ليج بالسنوات الثلاثه كان عنده دكه احتياط قويه، كلوب لما كان مع ماينتس او لما كان مع دورتموند ولا كان مع الليفر ما بيعتمد على لاعب واحد، وخير دليل انه محمد صلاح كان سيء جدا ضد بالمباراه الاخيره بالشامبيونز ليج، فات يعني اخرجوا ورجع 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 هن فازوا 3-2 بالضبط. ف انا برايي انه عرف شو يعمل من بدايه الموسم، كان عنده تشكيله رائعه، ولكن على مستوى الجول جابوا بكر
حارس حارس مرمى على مستوى الهجوم. كان عندك انت ثلاث يعني 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 عندك بخط الهجوم امام ثلاثه رجع اضاف الى شاكيري بالوسط عندك فينالدوم عندك لا لا عندك نابيكيتا يعني بسيل بتوصل انه ما في عذر انه يحقق اللقب هالموسم كلوب لا انه هلا عمل لك شغل. انا برايي لحد هلا كلوب بليفربول فاشل فاشل بده يحقق اللقب صعبه فاشل ووصل يخي اسمعني وصل نهائي اسمعني وصل نهائي كاس الرابطه وخسر وصل نهائي كاس يوروبا ليج خسر حسن صوره الفريق خي شو بهمني طيب اوكي ممكن هالموسم اذا ما حقق بطوله ممكن يكون البرازيل خي البرازيل 1982 افضل فريق 1986 افضل فريق اخذ كاس العالم شيء ما اخذ كاس العالم لازم يحقق لقب اذا ما حقق لقب بيفشل فاشل كلوب فاشل المعيار يختلف من شخص لاخر مدرب هلا بالنسبه لك كلوب فاشل يعني انا بالنسبه لي المدرب اللي يخلق هويه لفريقه ويقدم مستويات ممتازه هو ناجح في ناس يقول لك لا اللي يحقق اهداف النادي هو ناجح بطولات اهداف النادي مو تكون بطولات يعني انا ما قاعد مع النادي مستحيل اقول له يعني مستحيل اني احط المشرقه بنفسي ما اسوي حق النادي انا راح احقق لك الدوري اذا ما حققت اشارك في دوري الابطال لا اني اشارك في دوري الابطال هذا هدف ممكن تحققه لان في اربع منافسين بس اللقب راح يفوز فيه واحد بس مو اربعه ولا خمسه واحد ولا لا عبد الله لا ما فشل ناجح جدا لا بلا فشل طيب انا بختلف مع سهيل بس اخذ اتصالات ولا معنا ماجد حياك الله يا ماجد حياك الله كيف حالك الله يسلمك تفضل اشكرك ودي اشارك اول شيء ابارك الشقيق المملكه العربيه السعوديه اليوم الوطني لها نعم هذا اولا وثانيا انا بقول بس كنت مع قبل اقرا حق السهيل الحويك يعني بس عقب ما قال كلوب فاشل شوي صارت عندي ردة فعل زين كلوب فاشل كلوب كان ليفربول قبل لا يستلم كلوب ماكو شيء الحين بصداره بعدين في المقارنه انا مستغرب من الصحافه الانجليزيه فيرغسون صار 17 سنه اخذ دوري اوروبا مره واحده بس كاس البطوله الاوروبيه مره واحده لا مرتين ما ماجد دوري الابطال اكيد مرتين المهم المجدوا يعني عموما 99 و2008 البلنتيات صح اللي في موسكو اتذكرها اوكي بلنتيات عموما لكن كلوب لا والله فيلسوف اصلا ماجد انت ليفربولي من 84 متأكد طيب عشان كذي قلت بلنتيات عادي طيب بطوله بالاخير انت فايز على ميلان بالبلنتيات صحيح شكرا يا ماجد يعطيك العافيه معنا فهد تفضل يا فهد صباحك الله بالخير اخوي مشاري صباحك الله بالنور تفضل حياك الله كابتن عبد الله وكابتن علي وكابتن سمير وكابتن سهيل حياك الله عندي نقطه وحيده بس اخوي تفضل المشكله الوحيده في برشلونه مهي بخط الوسط مثل ما قال اخوي علي ما اظن اخوي سمير نعم. المشكله الكبيره في برشلونه في خط الدفاع برشلونه عانى في خط الدفاع بسبب رحيل او اعتزال توماس بويل إيه كلنا شفنا الثغرات وخاصه مباراه اليوم شلون خلاه مثل ما تقول يعني شوارع الثواني وبورتو بسبب الجهه اليمنى كلها من سميدو ومن بيكيه طيب فهد كونك برشلوني ما تحمله فهد انا مدريدي ماني برشلوني مدريدي مدريدي مستانس يعني اي والله مستانس اكيد زين المدرب البرشلوني مو عاجبه المدرب ايش رايك فيه والله مثل ما قال اخوي الكابتن علي هذه طريقه المدرب مع بلباو ومع اسبانيول يوم وصل نهائي الدوري الاوروبي هذه طريقته وهذه تشكيلته 4-4-2 لكن الكلام مثل ما قال على الاداره وعلى تعيين مدرب نفسه يعني كانوا في مدربين واجد عندك كيكستين يصلح البرشلونه مدرب ممتاز وطريقته سلسه ونفس إنريكي ونفس نفس غوارديولا في احتفاظ كل الشكر لك يا فهد يعطيك العافيه معنا حسن حياك الله يا ابو علي ابو محمد الله يعطيك العافيه السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله تفضل اول شيء اخوي ابو محمد ما ادري انا قاعد اشوف كلوب منطلق اول سبع مباريات ست مباريات وبالدوري الابطال ايه من طلب ايه بس بعرف ان تركيز كلوب حاليا بس على الدوري ولا على الدوري وعلى الابطال وعلى كل البطولات لان انطلاقته مو طبيعيه هذه الشغله عندي سؤال ثاني بخصوص تعادل برشلونه اليوم ميسي كان بيومه وبرشلونه تعادله واللعبه اللي طافت ميسي ما كان بيومه وبرشا فازوا فبس بعرف المنظومه هي اللي لها الفضل على ميسي ولا العكس وعندي اخر شغله ابي الحركه اللا اخلاقيه اللي سواها ميسي مع حكم المباراه اليوم يا ريت ابي منكم تعليق وتوضيح اي حركه اخر مباراه الحكم ميسي كلم الحكم مد ايده اللي ما سلم عليه بس سلم على ميسي وميسي يعني سوى وياه حركه يعني ما فيها ولا نوع من الرياضه ولا شيء من الرياضه يعني طيب فاتمنى تعلقوا على هالموضوع طيب وشكرا. كل شكر لك يا ابو علي معنا اتصال
نشوف وياكم مشاهدينا لهذه الاحصائيه لريدز ليفربول لكلوب تحديدا. الفريق من موسم ثمان مباريات لم يستقبل اي هدف في الدوري في الانفيلد، في وهذه المباريات طبعا موجوده كله، نيوكاسل، واتفورد، بورموث، ستوك، برايتون، ويست هام، برايتون، ساوثهامبتون. يعني من فبراير الماضيه يا علي، يعني احصائيه جميله بالانفيلد تقريبا، يمكن من بدا فان دايك يدخل بالمنظومه. يعني ليفربول مثل ما قلنا احنا قاعد يبني فريق، وبنى فريق بشكل ممتاز. اليسون حارس مرمى، فان دايك، وكيتا، وبالامام ثلاثي مرعب. فكلوب قدر انه يخلق توليفه ممتازه، وقدر انه يحط فيهم الرغبه في انهم يقاتلون في كل مباراه. لما تشوف لاعب مثل ارنولد ولاعب مثل جوميز ويقدمون هذه المستويات العاليه، هذا يبين لك انه في عمل خلف هؤلاء اللاعبين الشباب، في مدرب قاعد يغرس فيهم الرغبه، في مدرب قاعد يعطيهم حافز كبير حول تحقيق البطولات. ليفربول يمكن ما حقق بطوله، لكن مثل ما قال كابتن سمير، وصوله للنهائيات بحد ذاته اعطاهم شخصيه، لان انت اليوم اللاعب مو شرط يكون عمره 30 سنه عشان اقول عنه خبره، اللاعب بتجاربه عنده خبره. يعني مستحيل انا اقول عن لاعب وصل للنهائي الابطال وعمره 20 سنه ما عنده خبره اللاعب 30 سنه. صحيح. اللي ما لعب ولا عمره في نهائيات. تتوقع ليفربول يحقق الدوري هالموسم؟ الوقت يعني ما زال مبكر، لكن هو من المرشحين. لا انت تتوقع؟ انا اتوقع السيتي. السيتي. سهل سؤال حسن، في حركه ميسي بعد المباراه انه ما سلم على الحكم، خيي كان يمكن عصب يمكن او في بعض القرارات هذه بتصير. بس في شغله هيدا ما بيلغي، يعني سوري انا بحترم الشباب وبحترم ارائهم على راسي وهن بيعرفوا، ولكن كلوب لحد هاللحظه فاشل. ليش؟ لانه يجب ان يقترن. فشل مو فاشل. فشل مو فاشل. انت صاحب في شغله. لا فاشل معناته انه هو ما يعرف شيء بالتدريب. لحظه، لا انا فشل يعني معناته فشل في جزئيه معينه مع ليفربول مثلا، تقول فشل ما حقق اهداف. خي تقلك عملت مثلا بولت العداء بال100 متر سبق الكل، وصل على خط النهائي وما بده يحط اجره الاخيره، فخسر. انت رحت على ليفربول تتحسن الاداء؟ لا، رحت تفوز. لحد اليوم انت كلوب والماني، وانا بحبه، بتعرفوا انا بحب المانيا. لحد هاللحظه انا برايي فشل، لانه انا بنهايه المطاف بدي اشوف انه هذا الزلمه رجع ليفربول الى منصات التتويج. يعني مقياسك في النجاح والفشل هي البطولات فقط سهيل؟ 100%. ليش؟ لانه في عندك انت بعض المدربين ما بقدموا اداء حلو مع الانديه تبعهم، وشو بيحرزوا القاب، وبنهايه طيب المطاف احنا بنسقف لهم. تتوقع يحقق كلوب الدوري هالموسم؟ شوف ببدايه الدوره ببدايه الدوري الانجليزي الميرور، مجلة صحيفة الميرور، عملت استفتاء بين 7000 شخص من مشجعين ليفربول، 70% قالوا انه ليفربول راح يتوج باللقب، وانا بضم صوتي لهم. عبد الله، ايه لازم ارد على كلمة كلوب فاشل، وانا مو على سهيل، لازم يتحمل عراسي شوي. عراسي لازم يتحمل. اول شيء كلوب حاليا هو واجهة المدربين الالمان، هو الايقونة، هو افضل مدرب الماني حاليا لما ينذكر كمدرب الماني، بعد يمكن فشل المدربين الالمان في الانديه من امثال رودي فولر وشوستر وبعض المدربين، فاغنر حاليا مع اندرسفيد، اسماء ما ترتقي مثل ما وصل لها كلوب على مستوى الانديه. حتى توخل ما وصل لمرحله كلوب. مساله كلوب لا يتوج مع الانديه هذا غير صحيح، لان كلوب هو من كسر احتكار بايرن ميونخ او احتكار الدوري. انا عم بحكي بس عن انجلترا. ممتاز، واصل حق ليفربول بس انجلترا، ما عم بحكي عن. وتعرف هاي الموسم 2012 يمكن كان ممكن يسبب اقاله هاينكس، فاز عليه ذهاب وياب وحتى في الكاس. كلوب لما وصل ليفربول ما كان هدف التتويج. كلوب ليفربول ما قبل كلوب كان يعيش كوارث، ما يتأهل لدوري الأبطال، سواء براندن روجرز موسم 1-16-2014 أو كوارث روي هوتسون. كلوب ما وصل كان واصل لبيئة مدمرة. كلوب حاليا طور مستوى الفني، رفع سقف الطموح من التأهل لدوري الأبطال إلى الفوز بالبطولات. نعم هو اليوم مطالب، نعم ان ليفربول مرشح، صار عنده الادوات والامكانيات فهو مرشح ومطالب، وسيسال كلوب اذا ما توج، ولكن فشل. لا ابو محمد، في فرق بين فشل وفي فرق ما بين تحقيق الهدف. انا ممكن كلوب استمر على مستواي الرائع وتطوير المواهب وتغيير بيئه ليفربول ورفع سقف الطموح واخسر الدوري في اخر جوله، هذا مو فشل، هذا عدم تحقيق هدف. الفشل لما يكون عندي كل العناصر وانا حاليا بمركز العاشر 12. بس هو سهيل حط لك المعيار، قال لك انا بالنسبه لي بتاخذ نجاحه مع ليفربول اذا حقق بطوله. طبعا ممتاز. متى وصل كلوب؟ هو هذا 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 معياره. اي هذا معياره، انت معيارك نفس مثلا معياري انا، ان المدرب اذا خلق هويه للفريق وقدر ينافس واصبح شرس ومرعب للناس، هذا بالنسبه لي ممتاز. بالنسبه لي نجاح. بس بعد اخر نقطه، كلوب وصل مثل ما قلنا شهر 11 2016، ممتاز، وخسر نهائي كاس العالم. شهر اكتوبر
كأس الرابطة 15 اكتوبر ممتاز 2016 ممتاز خلاص كأس الرابطة واليوروبا ليج خسر المباراة الثانية ممتاز اليوروبا ليج وكأس الرابطة. هل كلوب في اول موسم كان مطالب؟ ما كان مطالب انه يحقق شيء في موسم 2017. هل عناصره وامكانياته ولاعبينه هو مرشح لبطولة الدوري 2017؟ ما كان مرشح. زين هل هو مطالب في تحقيق لقب اوروبي؟ هو ما كان متاهل اساسا في 2018 يعني خلينا نقول موسم المفروض يكون حصاد مع ان اللاعبين مو لاعبين حصاد، ومع هذا وصل لنهائي دوري الابطال بهويه كسر كل يمكن كل الشكوك، وفي الدوري حتى لو هو المركز الثالث او الرابع ولكن كان افضل بالنسبه لي حتى من يونايتد. عبد الله اللي بتوصله انت يعني هالموسم مطالب في تحقيق إيه؟ لان ابو محمد اخذ فترته فتره البناء مدرب المشروع الكامل، حاليا فتره الحصاد يعني اذا ما حصد فشل ولا عدم تحقيق الهدف؟ لا كلامك انت يعني مو فشل عبد الله، عدم تحقيق الهدف فشل. ريال مدريد في دوري الابطال لا انت خسر نهائي بلنتيات او يطلع من مجموعات، هذا عدم تحقيق هدف، هذا فشل يطلع من دور المجموعات. انت الحين على كلامك اللي قاعد تقول ان هالسنه هو مطالب يعني اصبح الان الهدف مطالب حال السيتي، الطموح موجود والهدف موجود والتعزيز موجود والشخصيه انولدت بالضبط والاسلوب والانسجام الى حد ما حتى الدكه والى اخره الى حد ما 80% في انسجام بكل اللاعبين. يمكن على طاري سالفه فابينيو، ترى فابينيو خير شر ما لعب صحيح. انت من ساعه قلت لي انه هو مو منسجم، هو ما لعب اصلا. لا بس لعب الوديات. لا هو ما لعب الدوري الحين من اول ما بلش الى الان، لاعب ما لعب ما دش الملعب. فبالتالي ما في انسجام ولا في سته ولا في ثمانيه يعني. اللاعب ما لعب اصلا. سمير عشان عندي فاصل توقع يحقق الدوري. السؤال يطرح نفسه ان هو كلام عبد الله 100% صح وكلام سهيل صح، بس سهيل ال 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 المفرد لا المفرد مختلف يعني فاشل غير فاشل. طيب انا عندي فاصل. هي هذه الفكره بس هم الاثنين كلامهم صح. سمير انت سمير بس انا ابي عبد الله يرد. لا بعد عندي كلام فاصل الحلو اللي قاله ابي هو يرد. طيب عندي فاصل. متوقع يحقق ليفربول الموسم؟ هو لازم يحقق. لازم اي الحين انا اشوف في 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 نظري نادي ليفربول. طيب في فرق ثانيه افضل؟ لا هو افضل فورم انسجام تكتيك دكة اسلوب دكة احتياط تتوقع يحقق ومدرب محفز ومدرب يعني قادر على التعامل مع نفسيات اللاعبين وبالتالي ما عنده اي عذر صح. هالسنه ما اذا لا هالسنه مشكلته الوحيده فقط وهي مشكله ليفربول ومشكله اكثر الفرق على مستوى العالم الازدواجيه في التفكير. يعني انا اليوم اباخذ الشامبيونز ليج واباخذ كاس الاتحاد واباخذ الدوري المفروض يضحي؟ ما يقدر مو يضحي خلاص يعطي الان الاولويه على للدوري هذا اللي المفروض تتوقع يحققه المفروض اذا بيسوي كذي سمير توقع مو يمكن ما يسوي اللي قاعد اقوله. طيب انت شو تتوقع اذا ما قال ما راح يسوي؟ طيب سمير انا اسالك شو تتوقع؟ اتوقع الدوري يركز على الدوري ياخذ الدوري يركز عليه وياخذه. مشاهدينا فاصل وبعدها نتواصل. حياكم الله مشاهدينا من جديد. اكيد في احداث فيها الجوله في البريمير ليج وتعثرات منها تعثر يونايتد في ملعبه ضد وولفرهامبتون بالتعادل 1-1. خلينا نشوف وياكم شنو قال مورينيو بعد التعادل. شكرا لأحمد أبو غورة أحد فريق عمل برنامجنا وانتو على الترجمة والإحصائيات وإضافة لبرنامجنا مع المعدين عدي عوض ونواف دريب. ألي بولند مورينيو قال إن ما لعبنا في حماس، ومفروض الحماس والتحفيز هو دور المدرب. مورينيو ما قال، مورينيو سئل شنو الأداء الضعيف وين الخطأ في الأداء، قال إحنا ما قدمنا اللي قدموه الولز كانوا أهما في نفس الشيء. لا قال الوولز كانوا داشين المباراة وعندهم رغبة أكبر وحماس أكبر منا إحنا كنحن كمدرب أو كلاعبين ما كان في 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 نوع من القتالية في الملعب. تصريحه كان واضح أبو عبد الله، تصريحه كان واضح، قال يقول لعبنا في استرخاء. صحيح من الأمور اللي يتحملها المدرب هي التحفيز وإنه يزرع الرغبة، لكن اليوم أنت كلاعب أنت لازم تفهم شغلة، اليوم اللاعب مو معزول عن الفريق. اللاعب اليوم هو أداة في الملعب، اللاعب اليوم لما يروح أي مكان عمله هو لاعب كرة قدم محترف، هذا عملي. إذا أنا اليوم لاعب لمانشستر يونايتد، يمكن سمير يمكن الوحيد فينا هني لاعب حق نادي كبير، لاعب حق النادي العربي،
يدري انه هو كلاعب اذا اليوم دخل الملعب ويشيل شعار النادي العربي راح يعطي 200% بغض النظر من طيب اللاعبين عقلياتهم مختلفه عقليات مختلفه لكن الرغبه واحده القتاليه طيب واحده طيب هذا اللي يفهم منك مو تبرير من مورينيو مو تبرير هو قاعد يذكرك ذكركم الحقائق قلتوا انه لا ما انت قاعد تبرر انا ما برر مورينيو يذكر الحقائق يجرى على قول ما لا يجرى على قول احد مورينيو مؤتمر صحفي يعطيك سيده ما يلف يمين يسار ايش رايك سمير كان اليوم ما كان زين ايش رايك سمير شوف هو هم مرتبطين في بعض سالفة ان المدرب يحفز لاعبينه هذا امر طبيعي وهذا امر واجب على المدرب. شلون يشعل هذه الشغلة في اللاعبين هو كل لاعب ولا طريقته ولا اسلوبه، يعني انا ممكن اخلي سهيل يعطيني 200% بسبب كلمة معينة او بطريق معين في النقاش بيني وبينه، لكن عبد الله ما يتقبل مني نفس الحوار اللي اتكلم فيه مع سهيل فلازم اتكلم مع عبد الله بشكل ثاني. هذه ميزة المدرب اللي اللي اللي, اللي عنده فيرتي في التعامل، يعني يتعامل مع كذا شخص وعلى حسب شخصيته وعنده القدره على التعامل. بعد المباراه صار مورينيو الى حد ما انا اتوقع بوجهه نظري انه هو ستريكت في هذا الامر، يعني حاس يعني ما ادري شلون اوصفها لك، مع الجميع بنفس المسطره. يعني هو يتعامل مع بوجبا نفس شانسج نفس ماتا نفس بنفس المسطره، وهذه شويه ممكن تكون صعبه لان انا ماتا يمكن ما يتقبل من مورينيو نفس رد الفعل والتحريك. احنا مو وياه ما ندري شو قاعد يقول. انا قاعد اقول لك وجهه نظري، انا اقول وجهه نظري ما قلت لك انا شفت الحكي، قاعد اقول لك تراوالي لان انا عشت هذا الامر في غرفه ملابس، مرات هي مدرب يصير شويه ستريكت حازم مع الجميع، في مرات لاعب انا ممكن مهاري ادخل المباراه اخليه مقيد تكتيكيا ما اخليه يلعب صح، لان انا قيدته بالاسلوب بالكلام بالطريقه ما عرفت شلون اطلع الموهبه اللي فيه. فاذا هو يتعامل بالطريقه انا اتوقع يمكن عنده مشكله في هالموضوع او وصل لمشكله في هالموضوع، لكن موضوع ان المدرب يحفز واللاعب ينطر تحفيز المدرب عشان يحصل رغبته هذا امر غير صحيح. سمير بس لك سؤال، يعني لازم الاثنين يتواجدون في نفس المكان. رايك في تصريحه بعد المباراه يقول احنا ما كنا نلعب في استرخاء والفريق اللي ضدي كان يلعب في نهائي كاس العالم. انا ضد كل تصاريح مالك مورينيو، ضد صالح كلها جميعها ما احبها، انا ما احب تصريح مدرب بالطريقه، لان انا اذا لاعب في مع فريقي ومدربي يطلع يتحكى عن فريقنا بالسلب وما يتحمل هو المسؤوليه الكبرى زين شو تفسر هذا؟ افسر انه هو يعني ما ادري في نوع من الجبن في هذا الامر. جبان؟ اي في جبن ما يتحمل مسؤوليه. ما تشوف هذه مبالغه؟ مو مبالغه، ريال دائما يحمل مسؤوليه اللاعبين، زين انت دورك وين؟ اذا مورينيو مدرب جبان من شو جاي؟ ما ادري انا قاعد اقول لك انا هذه انا وجهه نظري يا اخي من المدرب شجاع اذا مورينيو مدرب جبان لاول شجاع في تصريحه علي لحظه شوي علي شجاع في تصريحه شيء وانه هو شجاع انه يتكلم في الشيء صح شيء ثاني انا شجاع في تصريحي اني اقول كلام على قولتك لا يجرؤ احد بقوله لكن مو شرط ان كل شيء يقوله صح هو ما قدرك شيء يقوله صح ما هذا هو انت قاعد اقول شجاع بس هل مورينيو جبان؟ جبان في هذا اذا مورينيو مدرب جبان انا اقول لك الجبن في هذه النقطه انا لازم اطلع اتحمل المسؤوليه الكبرى كمدرب انا المسؤول الاول والاخير عن فريق ما اطلع اقول لاعبيني ما عرفوا يلعبون لاعبيني مو متحفزين لاعبيني جبناء لاعبين شو الحكي كل لاعبيني 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 وما قال لاعبيني جبناء وما قال مو اليوم مو اليوم قال انا كان مو اليوم مو اليوم علي مو اليوم مو اليوم صار له اي تصريح الرياضي المدرب صار له كم سنه؟ كم سنه؟ دائما يا رجل مع ريال مدريد وقت الخساره كان هو يطلع مؤتمر صحفي، وقت الفوز كان يخلي علي علي مورينيو تعودنا عليه وقت الاخفاق ما يحمل نفس المسؤوليه. لازم يجمع الكل بالموضوع. مع ان هذا يمكن من اقوى يعني ميزات مورينيو انه في السابق في حال تعرض فريقه لخساره او ضغط انه يلقي المسؤوليه عليه، هذا المؤتمر محمد انت عارف ان انا يمكن اختلف مع مورينيو في امور كثيره خصوصا اعلاميه، ولكن هذه من اكثر المؤتمرات اللي عجبتني. مورينيو تكلم في ارض الملعب، تكلم فنيا، تكلم عن رغبه واصرار. تكلم ابو محمد ان فريق وولفز لعب برغبه، هذا يمكن الفوارق، احنا يمكن افضل تكتيكنا ما في يمكن اخطاء ولكن الرغبه اللي هي القتاليه على الكره. اليوم تكلم ابو محمد مورينيو لازم نفهم شيء، انا مدرب اعطيت كل الامور التحفيز للاعبين، ولكن بالنهايه هذا اللاعب عباره عن بشر، يتاثر نفسيا، في كره ممكن يخطا فيها، يتاثر، فمحمد هذا المؤتمر بالعكس جدا جميل. سيل اليونايتد بتعثم من النقاط. هل نقول ان انت حلم الدوري لهالموسم ولا الكلام بدري؟ هلا كل ما سالته عن مورينيو انا لا لانك تتكلم انت فتكلم وارجع للسؤال. هيدا عباره عن انتقاد اللاعبين، هذا كله انا بختصره عن انتقاد اللاعبين، انه لما هو عم يقول نحن ما قدمنا مثل شو يعني شو هو بيلعب على الملعب؟ عم يتقد اللاعبين انه انا لاعبين اعطيتهم التحفيز الذهني، اعطيتهم انا الخطه التكتيكيه وهن فشلوا طبقوها، فهذا برايي انه بطريقه انه تحت ما يهاجم اللاعبين مباشره، حكي بهالطريقه تقول خيي
حتى اكون شوي انا انعم يمكن مع اللاعبين، ولكن هذا كله بيختصر انه عم تأذي اللاعبين لمكانه على مستوى الامان اللي هو حطه فيهم. هذا 100% اربع اعتقاد. طيب محمد، لو مورينيو بيوجه انتقاد مباشر للاعب معين او فريق يتجرأ ويقولها. انا اذكر يمكن اخر مباراه له مع تشيلسي بخساره من ليستر، يقول دربت لاعبيني على طريقه اهداف فاردي ومحرز وتمت خيانتي، يعلنها صراحه مورينيو. محمد جريب هالامور، يمكن نختلف او نتفق معه، ولكن حاليا هو قاعد يلقي اللوم على نادي كامل، من مدرب، من لاعبين، من طاقم، من جهاز فني. ما لام نفسه بالعكس، قال نحن جمع ما قال اللاعبين. لا تحكي على لاعبينا، طريقه لعب لاعبينا، حماس لاعبينا، واصرار لاعبينا، هذا لاعبينا، والقتاليه في الملعب لاعبينا. وين هو؟ زين هو وينه؟ جمعهم معه. طيب هو طيب وينه؟ طيب ما تشوفون سمير، ما تشوفوا كلكم متحاملين على مورينيو؟ انا مو متحامل، انا قاعد اقول بالارقام. انتم مدحتوا كلوب، هذا ما حاجه، انتم مدحتوا كلوب بس بالارقام افضل من كلوب. يا ابو محمد، يا ابو محمد، احنا لعبنا كره ونعرف المدرب شلون يتعامل داخل غرفه الملابس. انا قاعد اقول لك في بعض الاحيان المدرب لما يلوم لاعبينه بشكل مستمر هذا يحبط من معنوياتهم. لا بس ترى مورينيو من اكثر المدربين اللي يدافع بتصريحات عن اللاعبين. انا ما شفت اللي ممكن بالفتره الاخيره ما صار في يعني انا حاتيك على الفتره الاخيره. إيه حاتيك على الفتره الاخيره، انا حاتيك على الفتره الاخيره اللي هو بلش وايد ينتقد فيها لاعبين. انا كلمك على الفتره، انا كلامك صح، انا حاتيك كلامك صح، بس كلامي على المؤتمر هذا، على هذا المؤتمر. انا ما حاتيك على الفتره السابقه اللي كان فيها مميز في تصريحه وياخذ الهيت على نفسه. لا بس انا كلمك على دافع. يا ابو محمد انت الحين بتروح تنقي تصاريح وتحاسبني. اكلمك ان جنرال، خلنا نسمع من يتفق وياك. اكلمك بشكل عام، المدرب اللي ينتقد لاعبينه بشكل مستمر هذا قاعد يفقد غرفه الملابس يعني تدريجيا. بس عفوا سمير، المدرب لما بده يشيل الحمل عن اللاعبين بيقول انا بتحمل مسؤوليه وبيسكت، ما بقول نحن ما كضغطنا وكلنا سوا وصار في تقصير. لما تقول في تقصير شو عم يلعب هو؟ عم ينتقد الناس اللي عم يلعبوا الملعب بين اللاعبين. المدرب لما هو يتحمل مسؤوليه بقول انا بتحمل مسؤوليه وبيسكت، طالما هو ما قال يعني هو عم بحمل مسؤوليه للاعبين بطريقه غير مباشره. كونك صحفي ما تشوف الفتره الاخيره في تحامل. اوكي مورينيو مثلا يمر في ظروف ومشاكل وفتره سلبيه نوعا ما، وعنده مشاكل مع يمكن صحافه، مع منافسين، فممكن مورينيو اداره، مع اداره النادي، ممكن مورينيو المشكله تكون اكبر من اي مدرب ثاني يكون هادي في تعامله 100%. لكن انت ما تشوف في تحامل؟ في تحامل من مين عمين؟ ضد مورينيو من قبل، من الصحافه، من الناس المنافسين، لان مورينيو يمكن استفزهم في في مناسبات سابقه. انت بتعرف مشاري، قلت لك قبل انه انا كصحفي ولا مره كنت اكتب عن مدرب. بس اجى عهد مورينيو كمدرب، صرنا نحن كلنا نتابع المدربين شو عم يعملوا على دكه الاحتياط، شو تصاريحهم. هو مورينيو كان يعني عمل مثل شراره انطلاق جذب الاضواء الى المدربين. تتفق في حزب كارهين مورينيو؟ انا شخصيا بحبه. ليش؟ لانه انا كصحفي بيعطيني ماده. طيب خلينا نسمع علي. لا شوف يعني يمكن الشباب ما ادري هل هم يتابعون المؤتمرات الصحفيه ولا لا. لما تشوف غوارديولا يطلع يقول اليوم احنا خسرنا بسبب اخطاء في الخط الدفاعي او الى اخره، قاعد يعني يتكلم عن اخطاء صارت في فريقه. هذا منتقد للاعبين اذا بنجيبها بهالمنطلق. لما يطلع بولتشيني يقول اخطاء كثيره عملناها اليوم وخسرنا على اثرها، هذه مو اشياء قاعد يتكلم فيها عن اللاعبين انه ارتكبوا اخطاء. فهذا كانه هجوم على اللاعبين. لا مو اشياء على اللاعبين، لا لما قلت كم اخطاء يعني منو تدري شنو يعني لما اقول اخطاء؟ كان قال يبقى انا اخطات وخلاص اللاعبين اخطات. تدري شنو اخطاء يا علي؟ لما اقول اخطاء في فرق، لما اقول كلمه اخطاء واقول ان لاعبيني ما لعبوا ولا قدموا اداء ولا في اصرار ولا في قتاليه ولا في الاخطاء يعني انا سويت. لا 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 يعني سويت اللي علي، لكن انا اخطات. كلامك انت كلام ما قطعتك يا اخي. لا كمل. في لاعب انت مورينيو قال احنا ما قدمنا، ولا قال الوولف لان الاخطاء وارده تصير. قال الوولف محمد الاخطاء وارده تصير. طيب ما قال مباراه. طيب انت كمجموعه لو تلعب بلعب مثالي الاخطاء وارده تصير، وبالتالي لما اقول انا احنا اليوم اخطاء في بعض الاخطاء هي سبب هزيمتنا، انا ما حملت اللاعبين. وضحت المشكله، وضحت، ما حد قاطعك، خليني اكمل علي. لكن انا لما اقول اللاعبين ما لعبوا وما سووا ولا شيء، كلمه التصريح وترك يقول هالحكي، يعني ريال قاعد يحمل مسؤوليه اللاعبين. اذا اللاعبين مثل ما قال قبل شوي اخذلوا، طيب اذا لاعبين يخذلون منو؟ طيب منو اللي يحمل طيب المسؤوليه بانه يلم مره ثانيه غرفه الملابس ويخليها مره ثانيه على قلب واحد؟ منو المسؤول؟ طيب سمير من سمير المسؤول؟ سمير احنا غرفتنا سمير اخر ثلاث مباريات صحفيه مورينيو قال مره، مع انه ثلاث مباريات هو فازوا، قال بالثلاث مباريات اللي طافوا ان انا كنت سبب الفوز. قال لاعبين ادوا وقدموا، وبوجبا كان افضل لاعب، وقيادي كان افضل لاعب، حتى مباراه توتنهام
مباراة توتنهام خسر 3-0 انت تبي تفوز تكلم تكلم علي قدمنا اداء والدليل الجمهور صفق لنا محمد ما يصير يقول خلينا نكمل يعني اذا انت سكت يا اخي هو ياخذ اعتذار سمير 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 قاعد اكلمك اي يصير انت قاعد تقاطع انت خليه يكمل علي اي يصير ما قاطعك يعني هو يفوز يقول انا فزت واذا خسر يقول انا خسرت ما يصير يعني هذا لو مدرب قال هالجمله هم المفروض ما يدرب اصلا ما يصير يقولها يعني انت قاعد تتكلم على شيء منطقي سمير خلصت ممكن تهدى الحين ما قاطعك علي خليه يكمل علي ويرجع لك يلا تفضل في مباراة توتنهام خسر 3-0 وقال انا اشيل باللاعبين اللي قدموه قدمنا مباراة كبيرة والدليل استحسان الجمهور في نهاية المباراة وهو نقطة انطلقتنا حتى يقول اتفقنا في غرفة الملابس على ان قدمنا مباراة مثالية وسبب والدليل تشجيع الجمهور في نهاية المباراة مورينيو يتكلم بواقعية اليوم انا ما اديت يقول انا ما اديت اليوم ما قدمت يقول انا ما قدمت ممتاز عندي خالد وارجع لك سمير خالد حياك الله يا خالد الله يحييك صباحكم الله بخير جميعا صباحك الله بالنور تفضل بالنسبة لكلوب أعتقد أن مدرب الكل يتفق أنه أثبت قدرات العالم طبعا مطالب الدوري أني كنت الموسم اللي طاف واصل النهائي دوري أبطال أوروبا وهو وصل من الدوري أعتقد صحيح الدوري الإنجليزي صعب لكن عندك إمكانيات عندك اللاعبين عندك عادي باقي عليك أنك توظفهم بشكل سليم على الملعب أوكي هذا أعتقد أنه مطالب في الدوري بالنسبة لمورينو والله أنا أحب مورينو لكن للأسف إذا كل مرة تقط اللوم على اللاعبين معناته أنت ما عندك قطوع على اللاعبين ما هي إلا كل الإمكانيات تشتري أحسن اللاعبين وتجيب والإدارة فتحت لك الليمت الشراء فأعتقد يتحملها مورينو يعني مورينو ما بدأ إلا ثلاث مواسم أربع مواسم خفت كبيرة يعني لازم عليه إنه يثبت هذا الشيء أما إنه تشبع من التدريب واكتفى بالسي في القديم ماله اللي هو مجرد إنه سبع مواسم اللي اعطاها مورينو فقط لا غير ترى بعدها اختفى مورينو نهائيا ما حقق ذاك النجاح او انه ما عارف يتكيف مع طيب مع كل الشكر لك يا خالد معنا نواف حياك الله يا نواف السلام عليكم عليك السلام ورحمه الله وبركاته تفضل وعلى الجميع حياك الله اول شيء احنا ما انا ما بتكلم عن مانشستر لاني ما احبهم ما احب فريق فاز بالدوري ووصل وعدى ليفربول بسبب الحكام انا ما بتكلم عن الفريق ومورينيو ترى جبان الكلام اللي قاله انت تقول الحين ما بتكلم عن الحكام وانت تكلمت وخلصت اي بس خلاص احنا نتكلم على ليفربول يقول حياك يقول ليفربول لما خسر الدوري وهذا مو زلقة جيرارد كل واحد يروح ويقول زلقة جيرارد لا كان قبلها مباراة كريستن بالاس لو فايز على كريستن بالاس ما يهمنا اصلا تشيلسي ما تشيلسي هذه شغله الشغله الثالثه كلوب اذا ما ياب شيء الدوري خاصه الدوري اذا ما يابه طبعا يطلع فاشل انا عندي يطلع فاشل لان الدوري مهم الدوري مهم كلوب مشكلته انه ما يركز العام قال حاسبوني وما حد حاسبه لانه ما ركز ضيع بطولتين وضيع الثالثه ما ركز مشكله كلوب ما يركز لو يركز على الدوري إيه بناخذ الدوري ما نبي اي بطوله حتى دوري الابطال ما نبي احنا طيب الدوري. كل الشكر لي كل الشكر لك يا نواف طبعا انا اختلف وياك في كلمه التحكيم لليونايتد ما حد يشكك في اليونايتد اما الاخطاء التحكيميه مره تكون مع فريق وجزء من اللعبه مره تكون مع فريق اخر معنا المميز محمد الجسار حياك الله محمد صبحك الله بالخير بشار شلونك صبحك الله بالنور حياك الله صبح الموجودين كلهم اخوي سمير وكل الموجودين حياك الله توتنهامي هلا فيك تدري مشاري اي خربت السؤال بقول لكم يوم قلت ان مانشستر التحكيم ما يميل له خربت كافي الهدف اللي دش على توتنهام فضيحه الكره داخل الجول قلت دش داخل الجول طيب الاخطاء مره وياك مره ضدك لا لا مشاري كذا مره اخطاء مانشستر يونايتد الحكم دز اللاعب ويطيح دزه خفيفه بلنتي طيب على طول فكان مانشستر ايام السيف كان الحكام يميلون حق مانشستر بشكل مضحك زين كونك توتنهامي تبي الاخطاء التحكيميه مع اليونايتد ولا مع ارسنال؟ لا ها؟ مع ارسنال تبيها ولا مع اليونايتد؟ مع اليونايتد شوف تخليك مع اليونايتد يلا قول سؤالك هلا بشاري حبيت اسال الموجودين كلهم تفضل شنو سبب الدروب اللي صاير عند توتنهام؟ وشنو الفريق ينقص عشان ياخذ بطوله؟ طيب حاليا مع انه مهيئ حاليا يعني نقول انه مهيئ انه ياخذ بطوله بس انه شنو ينقص زياده انه ياخذ البطولات اللي اكبر ماشي ماشي وصل السؤال كل الشكر لك يا محمد الجسار معنا غزاي حياك الله غزاي السلام عليكم حياك السلام ورحمه الله وبركاته هارد لك كيف حالك محمد هارد لك على التعادل يا غزاي يا قهر والله قهر يا محمد لعب فينا لعب
منو؟ كتين احتياط، روبرتو احتياط، شي يبي في الوقت هذا؟ يقول يبي اوروبا، عسى ما اجر. احنا نحتاج مهاجمين. سوارز حتى ضايع بالملعب. مين فيه صح يتحري اسنان مو كذي. خل واحد ثاني شوت طولات، يعني كوزين موجود. غزاي خليك غزاي غزاي خليك واضح، شو اللي تبي يعني؟ تبي يمشي فالفيردي؟ اكيد اذا ما مشي خلاص برشلونه بيضيع. وانا اتوقع حسب خبرتي غوارديولا راح يرجع برشلونه، واذكره يا ابو محمد. طيب كل شكر لك يا غزاي. عبد الله سؤال محمد الجسار، شلون ينقص توتنهام من تحقيق بطوله مع بوكتينيو؟ شوف محمد، اي فريق يحتاج انه يتطور ويرفع من مستوى الفني تعاقد مع لاعبين على مستوى عالي، دائما مستوى اللاعب المستوى عالي يقدم لك اضافه فنيه في الملعب. يمكن هذا المركز، يمكن مركز الارتكاز ما بين إريك داير او ديمبلي او وانياما، صحيح يمكن بعضهم يقدمون مجهود في الملعب، ولكن بالنهايه مو خلينا نقول مثلا مو غاندوغان، مو جورجينيو، مو اللاعبين، مو سيرجيو بوسكيت، يحتاجون يمكن بهالمركز. فحتى يمكن حتى في الشق الهجومي ممكن بعض اللاعبين، بالنهايه ميركاتو قوي. علي، تعثر تشيلسي اليوم في ملعب ويست هام 0-0، يمكن هذا اول تعثر لساري مع البلوز. هي الاسباب كثيره، يعني يمكن لعب تشيلسي في يوم الخميس وتاخر طائرتهم من اليونان، هذه اثرت في التحضيرات. اي حتى صار عنده يوم واحد للتحضير للمباراه، وهذه طيب مشكلة. ليش لعب بالاساسي في اليوروبا ليج؟ لانه هو قاعد يعني هو حاليا في طور بناء الفريق على اسلوب لعبه، فهو بحاجه لاستمراريه مباريات اساسيه ان الفريق يتعود على اسلوب لعبه. لكن اليوم مباراه وسهام دائما نقول الفريق اللي يعمل كومباك او الفريق اللي يحجم المساحات على الخصم يقلل الفوارق ما بينه وما بين الخصم. سمير، ساري كان مدرب ناديك المفضل نابولي، تتوقع نجاحه مع تشيلسي هالموسم؟ والله هو الى الان ناجح، يعني ست انتصارات متتاليه. يمكن التعثر اللي صار اليوم خمسة بتعادل و 16 نقطة مع الشامبيونز، يمكن عشان اقصد انا مع اليوروبا ليج. فساري من المدربين اللي يحبون الاستقرار والثبات في التشكيل، صح؟ يعني يدور دائما اذا تشكيله يثبت عليها، ما يحب يغيرها الى مدى بعيد، بعدين يبلش يحاول يعني يزج ببعض اللاعبين. نعم. فاتوقع يعني هو الان اذا استمر على هذا الامر عنده اختبار يوم السبت ضد ليفربول بملعبه. طبعا كيف بالكاس؟ يمكن لا مو بالكاس، لا في الدوري بعد الكاس في دوري، صح؟ الكاس في الانفيلد، انا اقول الدوري بالبريتش. اقول هي المرحله القادمه، هذه مرحله الاختبارات الصحيحه، هي هذه هني راح تبين عاد معادنها على قولتهم. راح تلعب مع تشيلسي، ليفربول راح يلعب مع تشيلسي وسيتي ونابولي ورا بعض، صح؟ يعني شوف المباريات شلون وضغطها وشلون تعامل معاها وشلون تريح مجموعتك. قادر ساري تجاوز؟ والله انا قاعد اشوف انه الى الان هو يعني الفريق، يعني الفريق مستمتع مع ساري. نعم. قاعد يلعب كره بشكل مختلف. ممتاز. سهيل، كلمه لمحرز بعد نزوله سجل هدفين، واول هدفين مع السيتي. شوف الله يساعده هاللاعب، لانه كان يلعب بليستر سيتي نسبه الاستحواذ ما بتوصل ل 50%، هلا راح على فريق السنه الماضيه معدل نسبه الاستحواذ 66%، كان بفريق يلعب يعتمد على المرتدات، هلا مع فريق عنده استحواذ تام. هيدا اثنين ثلاثة. هو محرز شو يعتبر ستار؟ هو منه لاعب عادي، فراي على فريق متوج. فبصراحة ما بعرف كيف بده يقدر يتأقلم بالفريق الجديد، ولكن طالما في مدرب مثل بيب غوارديولا بعتقد انه تطور رياض محرز مع بيب غوارديولا؟ هو اصلا ستار، نحن بنشوف هون سوبر ستار، ولكن بده وقت حتى يتأقلم على الفريق، لانه ليستر يختلف تماما عن مانشستر سيتي. جميل. مشاهدينا فاصل وراجعين. حياكم الله من جديد مشاهدينا. هل أصبح ميلان في أيدي أمينة؟ الجواب في هذا التقرير. شكرا. نعود عوض على هذا التقرير. عبد الله شكناني، أنت أفضل شخص يلخص وضع ميلان الحالي. ليش جماهير ميلان كلهم متفائلين بهالإدارة؟ ممتاز محمد، لأن أول اختبار لهذه الإدارة الجديدة بعد حرمان ميلان من بطولة يوروبا ليج
راحوا لمحكمة الكاس للاستئناف ونجحوا فيها. هذا دليل أن أصولهم المالية وشركاتهم هم طبعاً صندوق اليد هو عبارة عن شركة وصندوق استثماري وأيضاً يدير استثمارات ويوزع القروض مالياً ممتاز. فبالتالي حرمان ميلان بالأساس كان شكوك الاتحاد الأوروبي على الرئيس الصيني مستر لي أن أنت أصولك المالية غير واضحة مصدر أموالك حالياً. أول نقطة في الأمور المالية نجحت في صندوق اليوت. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، التفاؤل يرجع مع عودة ليوناردو، هذا المدير الرياضي العظيم، أفضل مدير رياضي في حقبة بيرلسكوني، كشاف ووسط أغلب البرازيليين في ميلان وعلى رأسهم الموهبة اللي وصل 8 مليون اللي هو كاكا بطل تشامبيونز ليج 2007 الرجل الأول. زاد عودة باولو مالديني، باولو مالديني رفض إدارة بيرلسكوني مع جالياني بحجة أن جالياني قاعد يصف الإداريين يريد أن يعمل كل شيء لوحده، رفض الصينيين لأن مشروعهم غير واضح. عودة مالدين تعطيك بصمة أن هذا المشروع واضح بأدوار واضحة لكل إداري. زائد غازيدس رجل معروف في الأرسنال لتسوية الأمور المالية، التماشي مع قوانين اللعب النظيف، أيضا للميزانية العامة دائما تخرج ميزانيتك في الأمور الموجبة. الانتقادات في أرسنال على غازيدس لأنه دخلوا فيه الجانب الرياضي، طبعا هذا مختصاص غازيدس، يمكن الانتقاد مفروض يكون أكبر على كرونكي على الروسي عثمانوف اللي هم مسيرين النادي، ولكن غازيدس في الأمور المالية وصل كمدير تنفيذي أكثر شيء يحتاجه ميلان. علي بولند، لأي درجة الإدارة الناجحة تسهل عمل المدرب؟ شوف احنا دائما نقول في مثلث نجاح لأي فريق اللي هم الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، لكن العلاقة ما بين الجهاز الإداري والجهاز الفني هي علاقة طردية مثل ما نقول، يعني علاقة معاكسة لبعضه البعض. نجاح الإدارة لازم ينعكس على نجاح الجهاز الفني، نجاح الجهاز الفني هو نجاح الإدارة. طيب ما تشوف في نوعين من النجاح، مالي وبطولات؟ لا، هو مفترض أن كل شخص يكون في 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 مكانه في تخصصه، يعني في أندية تقول لك المدير الفني اللي هو المدرب نفسه هو يتحكم في سوق الانتقالات وهو يتحكم في الأمور الإدارية لجهة الفريق. في ناس يحطون مدير رياضي هو مدير رياضي يكون هو المسؤول عن الأمور هذه. شو تفضل؟ أنا أفضل مدير إداري. يكون في مدير إداري متوافق بأفكاره مع المدرب، يعني يكون في هناك اجتماعات بين المدرب ويتم أخذ برأي الشخصين ويبدأ يعني العمل يأتي ثماره بناء على الخطة اللي هم وضعوها. فالإدارة دائما يتهيئ للمدرب الصفقات، هي المدرب الارضيه اللي لازم يعمل عليها، الامور كلها هذه اداريه. المدرب يبقى عمله في الملعب والتدريبات اللي يحطها والامور في سبب ثاني. ابو عبد الله في سبب ثاني، لان انت مو كل يوم عندك سألك فيركسون، اليوم انت مو كل يوم عندك ارسن فينجر، هذول كانوا عباره عن مدربين وايضا مدراء فنيين مسؤول عن كل شيء في النادي، حتى يمكن في امور الماليه من ناحيه البيئه والشراء. عفوا، ما هو تغليل من السير ولا هو تغليل من ارسن فينجر، احنا نتكلم عن الكالتشو ونتكلم عن ميلان، ما ذكرت مدربين ايطاليين. لان هني ابو عبد الله شو قال؟ قال مدير رياضي. عندك ساكي، عندك اكثر من مدرب. لا، ابو عبد الله قال نقطه، ابو محمد عندك لبي. إيه؟ لا ابو محمد في نقطه. إيه؟ لبي لما كان موجود مدرب عظيم تكتيكي رهيب، ولكن في الجانب الرياضي في لوتشانو موجي. صحيح. من قسم العمل. في انجلترا لا. لا انت لما ذكرت مدربين انا ذكرت لك المدربين. لا انا ما ذكرت الافضل، انا ذكرت المدرب اللي له سلطه تدريبيه وسلطه اداريه. يعني فرق عشان كذي ازدواجيه كان عندك. ما كان في ايطاليا في نفس ميزه السير او ارسن فينجر. اذا بتكلم عن اريغو ساكي، مستحيل اريغو ساكي يتحكم في كل جزئيه في النادي وهناك بيرلسكوني. مستحيل تتكلم عن ليبي وهناك لوتشانو موجي. مستحيل تتكلم عن مثلا ديورنتس وفي يعني يكون مدير رياضي ثقيل مثلا خلينا نقول ساباتيني والى اخره في الانتر. صعب محمد، موراتي بالانتر، تبي مثلا على سبيل المثال جاسبريني يتحكم في كل شيء، تبي ليوناري يتحكم في كل شيء، صعبه. ففي ايطاليا من قسم، في انجلترا ابو محمد ليش دائما صعب الخروج من عباءه فيرغسون وفينجر؟ لانه ما كانوا عباره فقط عن مدرب وتكمل توصل مدرب بعده، كانوا عباره عن مسيرين في الناس. سهيل عندك كلمه بس حتى كمثال مورينيو لما جاء لريال مدريد كان في عدم توافق بينه وبين المدير الرياضي. نعم. اللي هو فالدان. 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 فاضطرت الإدارة أنها تعزل فالدان عشان الفريق ينجح ويستمر في النجاح. نعم. شوف في شغلة بإنجلترا، المدرب ما بيقبل كوتش، مانجر. مدير. مدير لأنه له حق يتعاطى بالتعاقدات، ما التعاقدات في شو. بس في شغلة أنا بحب أقول له إياها على عبد الله. أينشتاين شو بيقول؟ بيقول مستحيل تحقق نتيجة مختلفة بالوسائل ذاتها. اللي شو عمل ميلان بالموسم الماضي ولهلا على مستوى اللاعبين حتى يحقق نقله، جاب كاكا، طب كاكا شو بفيدني انا؟ ليوناردو شو بفيدني؟ إيمالديني شو بفيدني؟ نحن ما نحكي على مستوى اللاعبين، يعني انا دوسي لعب مارسيليا انتقل الى الميلان حقق تشامبيونز ليج 94 100%،
الجملة أنا هذه بتلخص كل شيء بديه. قال ميلان بحاجة إلى التعاقد مع قادة حقيقيين. أنت رحت حطيت من موسمين 200 مليون يورو. أنا برأيي شيل 100 خي يجيب كريستيانو رونالدو. مش لوف أخده؟ حطيت كان جبت لك لاعب كبير وبنيت حواليه اللاعبين. راح جاب لي كيسي وجاب لي هاللاعبين كذا. ما شفنا ميلان عمل أي نقلة. هلا حاليا وعدونا إنه إليت المانجمنت بده يعمل ما بده يعمل. طب اعطيني بس انت لاعب هلا بالميلان عليه القدر والقيمه. ما في هيدا واحد. اثنين على مستوى التدريبي جاتوزو خي منه مدرب يبني. انت عم تقول لي انه الميلان هلا سوف يبني. جاب ميلان جاب سوري جاب مالديني وليونارد اللي كان يبني. جاتوزو منه مدرب للبناء. انا برايي الغلطه الكبيره انشيلوتي طالما كان عنده رغبه يرجع على ايطاليا كان المفروض يغروه باي ثمن كان. علما انه ثوره ميلان وأكيد بتعرفها كانت بمطلع سنة 2000. كان في عندك شيء اسمه مختبر ميلان ميلان لاب. كان أنشيلوتي وميرسيمان واحد بلجيكي دكتور ميرسيمان عمل شيء اسمه مختبر الميلان. كان يدرسوا اللاعبين بصفة يومية. لهالسبب سنة 2007 الميلان حقق تشامبيونز ليج باللاعبين كله فوق 30. مالديني 38 إنزاغي 33. أنا بمجرد ما هيدا الميلان لاب اللي كان العالم تخاف منه كانوا تصور كان يدرسوا كم مره بترفع عين اللاعب بالملعب شو الريفلكس تبع اللاعب. كانوا يكتشفوا اللاعب قد في نسبه انه ينصاب ولا لا. وكان ميرسي مان هيدا المسؤول عن مختبر ميلان كان توقيعك ما قبل الاخير اذا بده يضموا لاعب يعني يجيبوا لاعب على هذا المختبر يدرسوه قد في عنده احتمال ينصاب يوقعوه بعدين يوقع من وراء رئيس النادي. سنه 2010 تسكر هيدا او تحول الى مختبر عادي. وقال وقتها هيدا الطبيب قال انا متفاجئ جدا لانه العالم لما تشوف انه في مشروع نجح بتصير تخفف النفقات. علما انه كان ميلان يستثمر 205 مليون يورو بالسنه على هذا اللاب وكان يحقق الالقاب. طيب ليش ميلان سكر هذا المختبر؟ انا بدي اسالك لك. عندك تساؤلين. التساؤل الاول ما تغير شيء من الموسم السابق الموسم الحالي وعنده انتقاد يعني سهيل وتساؤل بنفس الوقت وتساؤل الاخير في مختبر ميلان. انا راح ارد على اكثر من نقطه. اول شيء وجود جاتوزو. وجود جاتوزو في الاداره السابقه مو الاداره الحاليه. تجديد عقد جاتوزو من الاداره السابقه الصينيه. الاداره الفعليه اليوت وصلت في نهايه الميركاتو. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه همها الوحيد كان رجوع ميلان لليوروبا ليج. فعليا ما عملت ترى حاليا لان الهيكل الاداري للحين ما اكتمل حاليا. حتى جازيليس راح يوصل في شهر 10 او شهر 11. صح. هذه النقطه. النقطه الثانيه على مستوى اللاعب محمد قلنا اداره اليوت ما استثمرت. زاد حتى الاستثمار لو اليوت تستثمر محدود لان انا اساسا خساري مرتفعه النادي عليه ديون. حاليا هدف الاداره عشان انا امشي واصحح امور رياضيه لازم اصححها اقتصاديا عشان اقدر اتوافق مع عمليات البيع والشراء توافق ما بين الايرادات والمصروفات. نعم. انتهينا. بالنسبه حق ميلان لاب انه ممتاز ولكن ما كان متحكم في الصفقات. اول شيء ميلان لاب ما كان في 2000 لان في 2000 كان المدرب زكيروني. هو بال2002 تقريبا ما بعد اقاله بمطلع ال2000 انا قلت ما بعد اقاله فاتح ترب بال2002 بالضبط. ممتاز. من بعد اقاله فاتح ترب وصل انشيلوتي وصار هالامور. اما ان ميلان لاب صح في امور يمكن امور علاجيه امور نفسيه تطوير بعض الامور ولكن ما كان مسؤول عن الصفقات ما له علاقه. انت لما تتكلم من بعد 2002 وصول بيرلوتشيدورف كاكا الى اخره روي كوسي في 2002 بيبو انزاغي ما لها علاقه بميلان لاب محمد. صح امور تطويريه يعني على سبيل المثال نابولي حاليا عندهم مركز طبي يدرسون علم الجينات في تحديد الاصابه. طيب صح امور تطوير النادي ولكن ما لها علاقه في نجاح وفشل النادي. وضحتها. سمير رايك في ميلان الموسم خصوصا اليوم تاثر بالتعادل بعد. هو شوف ميلان مشكلته عدم استقرار يعني حتى في 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 اسلوب اللعب. المشكله اللي قاعد تواجه جاتوزو هالفتره هذه او من الموسم السابق كثره اللاعبين وعدم الاختيار الصحيح الى حد ما في 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 اختيار التشكيل. هذه نقطه. النقطه الثانيه اسلوب اللعب اللي بلش يلعب فيه جاتوزو واللي فيه مثل ما قلت لك رتم عالي وعدم تطبيقه بشكل مناسب. انت عندك اربع جوانب اساسيه في عالم التكتيك لكل مدرب لا ميزه فيها. في مدرب يعتمد على ميزه جانب على حساب جانب اخر، في واحد يعتمد على الجانب الثالث على حساب الجانب الرابع. الكره لما تكون معاك في بناء الهجمه شلون تتصرف شلون تبني الهجمه شلون تنتشر. الكره لما تنقطع مني شلون ارجع انكمش بسرعه واحصل على الكره واقطعها. والكره مع الخصم قاعد يبني الهجمه ويدش علي شلون انا بنكمش وبسكر مناطقي ولما اقطع الكره منه شلون بتحول وبروح. اربع جوانب اساسيه في كل كره القدم، هذه معروفه على مستوى العالم. انت كميلان شنو عندك مميزات وشنو عندك عيوب في هالاربع جوانب؟ لو تلاحظ ان ميلان دائما عنده ميزه واحده فقط اللي يحاول الان يطور فيها وهي عمليه بناء الهجمه والانتشار.
لكن تعال شوف في قطع الكرة قاعد ياخذ وقت في مساحات في بطء في عدم حركة بدون كرة، تعال شوف التحول الآن يمكن اللي قاعد يصنع الفارق شوي في الموضوع إنه في عندك على آخر أعلى نقطة هجوين لاعب مساند في يلعب عمودي ينزل يستلم كرة يسهل عملية انتقال اللاعبين، قبل كان كوتروني أو سيلفا لاعبين ما عندهم هالملكة ملكة المحافظة على الكرة 30-40 ثانية اللاعبين يصعدون في شكل عام موجود، لكن أنا قلت لك الجوانب الثلاثة اللي هو ضعيف فيهم هي اللي قاعد طيحة في هالمباراة. تخيل أنت متقدم في لعبة 2-0 أمام نابولي وتخسر 3-2، تخيل أنت الآن متقدم مع أتلانتا في بداية المباراة مفترض أن أنت يصير عندك قدرة على التعامل مع الخصم، وخصم يلعب شنو يلعب بتكتل دفاعي، ترى اتلانتا يلعب 5-3-2 مو ذاك الفريق اللي يلعب بزخم هجومي، لكن في بعض الجوانب محتاجه شغل وهذا الشغل يبي عناصر مثل ما قال عبد الله، في بعض الاحيان انت تحتاج عناصر عشان تطبق الاسلوب مالك، وانا اتوقع ميلان المشكله الوحيده الان انه غير مستقطب من النجوم، يعني اذا في نجم بيحاول ينتقل ايطاليا اخر فريق يفكر فيه الحين يمكن ميلان، لانه يدري انه في عدم استقرار لا اداري ولا فني، يمكن الان بعد وجود ليوناردو مالديني ممكن الى حد ما ممكن المشروع المادي يصير في مشروع انه ممكن النجوم تجي للفريق. نعم بس مشكله الفرق الكبيره دائما ابو محمد هي انه مطالبه بالانجاز ما هي مطالبه بالبناء المدى البعيد. من اخر كلمه لك سؤال يفرض نفسه علي، شنو الهدف المنطقي لميلان هذا الموسم؟ شوف ميلان على العناصر الموجوده وعلى خلينا نقول المشاكل الموجوده بالفريق وهو مو اقل من لاسيو ولا اقل من فيورنتينا ولا اقل من روما ساسولو ولا اقل من روما، يعني هالفرق الاربعه اللي قاعد تنافس حاليا بعد يوفنتوس ونابولي وانتر ميلان اللي عندهم سكواد وعندهم مدربين على اعلى مستوى ميلان ممكن ينافس على مقعد اوروبي، وهذا يمكن اتوقع الهدف الاساسي لموضوع حاليا اللي قتلوه. صرحوا عنه ترى ابو عبد الله مالديني صراحه قال ما جامل احد، هدفنا دوري الابطال مقعد دوري الابطال اللي هو المركز الرابع، ومثل ما انت تفضلت ميلان كسكواد عنده يتفوق على اكثر من نادي يتخلوا دوري الابطال، يعني سطاف لما شفنا مثلا لاتسيو كان قريب انه يوصل او اللي عبد الله ميلان عنده الامكانيه. في خطر على جاتوزو؟ طبعا في خطر ابو محمد ممكن تتم اغالته خصوصا وجود كونتي خصوصا ان كونتي ممكن ميلان يساعده في حل مشكلته مع تشيلسي، بس عنده مشكله قضيه مع تشيلسي طيب قاعد يطالب اموره الماليه، في حال جاتوزو نزف نقاط اكثر واكثر ابو محمد انا اقول لك اللي قاله قريبه جدا. تعثر اليوم تحمله جاتوزو اليوم انا دافعت عنه ضد كالياري معنى تعثر، ولكن اليوم انا احمل حق جاتوزو هذا سبب التراجع المخيف للفريق. طيب خلينا نتكلم عبد الله عن عن الانتر وانتصاره امس في مباراة يعني أكثر مرة استخدم فيها تقنية الفيديو الفار وفوزه في ملعب سامبدوريا 1-0. شوف محمد الأهداف بهالسيناريو نفس توتنهام نفس سامبدوريا أنا بالنسبة لي يطور من شخصيتك وعقليتك وإيمانك بقدراتك، حتى علاقة اللاعبين بالمدرب خلاص تنضج أكثر أن المدرب بالفعل اختياراته صحيحة. اختيارات أمس الإنتر كان ممتاز، استخدم الفار ثلاث مرات صحيح بشكل صحيح، أعظم تقنية في كرة القدم. سهيل أنت يعني من محبين الفار، بالأمس كانت هي نجم المباراة استخدمت أكثر من مرة يعني مرتين والثالثة وكان فيها هدف صحيح، ما حد حس أنها يعني مثلا قتلت الرتم إلا من اللي بالأساس مو مقتنع في تطبيقها. لا بالعكس نحن امبارح بصراحة أنا شفت المباراة واقتنعت فيها أكثر من هيك، لأنه كل القرارات التي أخذت بناء على بار كانت صحيحة. نعم. بس بدي أحكي شغلة صغيرة للإنتر، الإنتر عنده تشكيلة رائعة جدا ولكن بعدنا نحن ناطرين أمتين بدأت تنفجر، لأنه بعدني لحد اليوم أنا متوقع أنه الإنتر هو الوحيد اللي رح ينافس اليوفي، بتوقع أنه إذا مباراة العودة ضد سبيرز بالتشامبيونز ليج مشيت لصالح الانتر بعتقد الانتر قادر يروح لمطرح كثير بعيد بالتشامبيونز ليج. علي سبلتي بعد الانتصار والرومنتادا اللي عملها امام السبيرز وفوزه في ملعب سامبدوريا ممكن تكون انطلاقه على منافسه في الكالتشو هالموسم وينافس اليوفي؟ صحيح يمكن اليوفي حاليا يبتعد بعدد من النقاط، لكن مثل ما انت قلت عودتها في ملعب توتنهام وفي ملعبها على توتنهام والفوز على فريق صعب جدا مثل سامبدوريا في ملعبه مع مدرب مميز مثل جامبالو، انت تتكلم اليوم على سامبدوريا اللي قاعد يحرج كل الفرق اللي تلعب على ملعبه، انتر ميلان امس قدر يعزل او يتفوق على كل شيء باغلب المباراه على خصم صعب، فهذا يبين لك ان الانتر حاليا في عنده استمراريه، وممكن المباراه القادمه اذا حقق فيها الفوز راح يصير عنده استمراريه اكثر ضد فيورنتينا تنقله ترى حتى نفسيه تنقله مع فيورنتينا حتى الضغوطات راح تنشال حاليا على سبليتي. نعم. بما انك تحقق الفوز نتائج ايجابيه راح يصير فيه هدوء وراح يصير فيه استمراريه في النتائج. سمير العناصر الموجوده بالانتر وخبره سبليتي في الكالتشو هل هي قادره على منافسه اليوفي؟ شوف متى ما صار اللاعب يلعب باستمتاع مو ملتزم بتقييد تكتيكي ولا عقليته فقط يفكر فقط في انه شلون يلعب
تمريره وشون ياخذ مساحه ويوقف. متى ما وصلوا الى هذا الرتم اللي قاعد تشوفه ببرشلونه وتشوفه في بايرن ميونخ في بعض المواسم وشفته في ريال مدريد ونقعد نشوفه يعني في اغلب الوقت في الوقت الحالي مع ليفربول وشفناه. متى ما صار اللاعبين يلعبون باستمتاع يعني في متعه في كره القدم راح تعرف ان في خرجوا عن قفص التقييد التكتيكي. الى الان بسبب الضغوطات مثل ما قال علي هم مضغوطين بسبب السلبيات، مضغوطين بسبب عدم الانسجام، لاعبين جدد، الاختيار في التشكيل بلش اول ثلاث لعبات كل مباراه تشكيله غير الثانيه. سمير قادر على المنافسه على العناصر على الورق يقدر ينافس على المراكز الأربعة الأولى. أنت تتوقع راح ينافس؟ شوف يبين معنا إن شاء الله من يدش الأبطال مع الـ مع الـ مع المباريات. انتصار اليوفي والعلامة الكاملة من 5 مباريات 5 فوز وتسجيل كريستيانو رونالدو 3 هدف في الكالتشيو. صيد طبعًا كريستيانو بشكل عام اليوم أبو محمد يعني صراحة أكثر من كرة كان ممكن يسجلها اليوم ما عجبني بشكل كبير مع إنه سجل. لكن اليوفي سيطر على المباراة 90 دقيقة، حجم فروسينوني، لعب حتى في بعض العناصر غيرها، ولكن تشوف فرق الإمكانيات محمد، معنا فروسينوني تكتله ممتاز، يعني خلينا نقول ضايق اليوفي، ولكن بالنهاية مع الأسلحة الهجومية الموجودة والفكرة عند أليجري أن برناردسكي اليوم صار كلاعب وسط ثالث، وتكلم عنها أليجري كنقطة فنية، أبو محمد اليوفي مع أن فرق 3 نقاط عن نابولي، أنا أقول لك اليوفي ما له فعليا ما له منافس. مشاهدينا نذكركم ان حلقه اليوم راح تكون عن الكره الذهبيه ذا بيست الممنوحه من فيفا، وممكن السكاي اعلنت رسميا عدم حضور كريستيانو رونالدو للتتويج. رايك بسهيل في عدم حضور كريستيانو رونالدو في التتويج ما بين 3 لاعبين مودريتش ومحمد صلاح جائزه ذا بيست؟ يعني انا برايي اللي بيعرف يربح لازم يعرف يخسر، يعني اذا هو عارف بده يخسر مفروض يروح. هيدي شو تفسرها؟ هيدي خيل يعني مثلا انا هلا اذا بتقول لي انت خسران بدك تروح، لا بروح. يعني ديك مره لما خسرت المانيا فكرت ما راح اجي على الحلقه، انا جيت على الحلقه. بدك تعرف تروح بدك تعرف تخسر. يعني سيل هويك هو يا كريستيانو شو هو احسن مني يعني بشو؟ على حبيبي شو تفسرها علي بولند عدم حضور كريستيانو؟ وهذه ثاني مره في هالموسم ما حضر جائزه افضل لاعب في اوروبا، ورسميا ما راح يحضر اليوم الجائزه. شوف هي حسب السكاي هم يمكن الناس عندهم اعتقاد ان الجائزه باكر يعلنون او باكر يبين من الفائز. الجائزه معلنه الفائز فيها مبلغ منذ فتره طويله مبلغين انه انت فايز. من تتوقع؟ يصور انا اتوقع مودريتش. زين والحركه مالت كريستيانو فيها قله احترام لمودريتش خصوصا مودريتش او حتى محمد صلاح. سمير انت لان بكره معانا فانا بعطيك مساحه اكبر في عدم حضور كريستيانو رونالدو يعني للجائزه اللي اليوم راح تكون الساعه 9:30 اتوقع 9:30 جائزه ذا بيست راح تكون، وبعدها ان شاء الله نطلع وياكم 12:30. تفضل سمير. يمكن ميسي سواها مره في افضل لاعب في اوروبا والكل انتقده، ما ادري اذا يعني اذا ما تخوني الذاكره. سمير تروح لا عشان بس بوصل ان يعني حجم واحد بحجم كريستيانو وميسي لما يسوون هالحركه فالانتقاد سيكون لاذع، يعني الانتقاد مو عادي. طيب انت نجم انت سوبر ستار انت قدوه للناس. طيب في هذا الامر بالذات انا اسالك عن كريستيانو، هل كريستيانو يسويها مرتين في موسم واحد؟ ادري فقاعد اقول لك هذا الامر انا يعني شو تفسره؟ انا ما ادري افسره، هو عدم احترام للاتحاد الرياضي مثلا، عدم احترام للزملاء اللي موجودين في محبين كريستيانو رونالدو، او مثلا يقول لك كريستيانو هو الاحق فلما يعني كان عنده خبر انه مو هو اللي افضل لاعب في العالم يقول لك من الطبيعي انا اشوف نفسي الاحق وظلمت فعشان كذي ما بيحضر. ايش رايك؟ والله شوف هذا موضوع ثاني، احنا قاعد نتكلم من تشوف احق في الجائزه ما بين مودريتش؟ مودريتش. ليش؟ مودريتش يعني قدم مستوى استثنائي هذا الموسم وصوله كاس العالم يعني دعم هذا الموقف. كاس العالم دعم، لكن كريستيانو يستحق يكون متواجد في الثلاثه الموجودين. نعم عبد الله، لكن مودريتش يعني يستحق. وسهيل من بيحقق هذا بيست؟ من راح يحققها المؤشرات الهاله الاعلاميه تقول مودريتش، لكن اذا صارت بين مودريتش صلاح انا بالنسبه لي اساسا انا كنت اشوف ما بين صلاح وميسي، ولكن الاحق انا بالنسبه لي صلاح، لكن راح يفوز فيها مودريتش. بتشوف مودريتش الموجودين المؤشرات تقول مودريتش. نعم سهل حك. انا بتوقع مودريتش وبتمنى صلاح اكيد. طيب وافضل مدرب ما بين زيدان وديشان؟ لوف بتطلب خليني اتنقل لوف لوف مو وياهم. من الثالث؟ ديشان برايي هو راح. زيدان وديشان من الثالث المدرب اللي جايز؟ داليتش كرواتيا. من تتوقعون افضل مدرب عشان نشوف توقعاتكم باكر صح ولا لا؟ ديشان ولا زيدان؟ والله شوف اذا بتكلم على موسم طويل زيدان. لا ايه
يعني اذا موسم زيدان، اما كاس العالم اذا بيلعب دور كبير في التصنيف. بكره بنتكلم على التفاصيل. عندكم مدرب نفس الطريقه راح يفوز فيها ديشام، لكن انا بالنسبه لي زيدان ديشان، لان اهم بطوله هي كاس العالم. باكر ان شاء الله مشاهدينا راح نتكلم في كل تفاصيل جائزه ذا بيست الممنوحه من الفيفا، افضل لاعب وافضل مدرب واجمل هدف وتشكيله، الى كل الامور اللي راح تكون موجوده بالحفل. نشوفكم على خير ونقولكم مع السلامه.